طيب يا شباب، احنا هنبدأ بقى كده بريفلي اعرفكم بيا وبأشعب العربي وجايين نعمل ايه النهاردة والقصة دي كلها، وبعدين نبدأ نتكلم على السكرام ماستر من وجهة نظر الاكسبيرينسز الحقيقية. سلمى از سكرام ماستر معانا، وبرضو معانا منى زمانها هتيجي، وقلنا نشوف كده الناس بتعمل ايه بقى في الرول ده، بيلفوا حوالين نفسهم طول النهار يشتغلوا ايه. طيب بريفلي كده، انا منى شكروف، انا اجايل كوتش، واشتغلت سكرام ماستر من 2014 تقريبا. ف يعني انا بدات سكتي في السوفت وير از ديفلوبر عادي، واشتغلت شويه سينيور تيم ليدر والكلام ده كله، وبعدين قلنا بقى ايه، طيب نعلم الناس بقى موضوع الاجايل ده، وهو فعلا فرق معانا. ودوري از سكرام ماستر كان زي كيمون، كان لطيف وفرق معايا از ان انا ازاي اليد الناس، او ازاي ان انا ابقى فاسيليتيتور للناس، فاساعد الناس ان هم يشتغلوا ونطلع شغل احسن، وفي نفس الوقت نبقى قادرين ان احنا نعمل يعني نبقى قادرين ان احنا نتعاون مع بعض بشكل احسن. فده كان الفكرة بتاعت ان انا اتجهت ان انا ابقى اجايل كوتش وعلم الناس اجايل، وده من هنا جت الفكرة بتاعت ان احنا انا نعمل اجايل بالعربي، ويبقى في ناس كتير بتتكلم بتشير their experiences، نبدأ ان نقدم محتوى. كان لسه مصطفى بيتكلم معايا على المحتوى، نبدأ نقدم محتوى بالعربي. فمنى برضو من الناس اللي عملت فيديوهات شوية كده تلخص كتب وحاجات. شوية كده إن شاء الله هرجع قريب بإذن الله. تمام. فده دي القصة. احنا ال هديكم بسرعة كده نبذة ايه هو السكرام ماستر بيعمل ايه، ليه احنا ليه الشركات بتحتاج الرول ده. مش عايزة اتكلم نظري كتير زي ما بقول لكم. احنا عندنا اوريدي اصلا فيديو تاني ويبينار تاني على اجايل بالعربي بيتكلم على السكرام ماستر، وبقى برزنتيشن وبوليت بوينتس كده ايه اللي بيتعمل وبتاع، بس ما مش ده هدفنا. بس انا حابه ان الناس تبقى عارفه مين هو السكرام ماستر. السكرام ماستر ده تايتل جاي من سكرام، هو فاسيليتيتور للناس او للسكرام تيم علشان يقدروا يقوموا بشغلهم بشكل كويس ويطلعوا احسن ما عندهم، وفي نفس الوقت هو بيساعدهم ان البروسيس تبقى ماشيه تمام، ان هم يشتغلوا اجايل احسن، ان هم يلاقوا مشاكلهم ويصلحوها وهكذا. تمام. نيجي هنا، طيب يعني ايه فاسيليتيتور، وليه قلنا ان هو فاسيليتيتور، ليه ما هواش البروجكت مانجر او التيم ليدر او العادي؟ يعني احنا في الاجايل علشان الدنيا تبقى سريعه، عشان تبقى الدنيا افكتيف، عشان الدنيا تبقى بتركز على الفاليو، محتاجين ان الموضوع يبقى مركز على الناس كلها، ان هم اللي يبقوا فاهمين بيشتغلوا ازاي، شغلهم متنظم، هم اللي قادرين يدوا فاليو، هم اللي فاهمين الفاليو. كل ده هيجي ازاي من غير ما انا اعتمد على واحد واحد في التيم؟ انا مش عايز اعتمد على واحد بس، عشان كده احنا ما عندناش مانجر، احنا عندنا سيلف اورجانايزنج تيم. ده وده اللي احنا بنحاول نوصله. يعني ايه سيلف اورجانايزنج تيم؟ يعني التيم ده بيقدر يمانج شغله، يوزع شغله، يمانج تاسكاته، الاسمنتس يتعاملوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يعملوا بلاننج وري بلاننج مع بعض، ياخدوا يدوا مع البرودكت اونر او البرودكت مانجر اللي هو الشخص اللي بيمثل البيزنس. فكل ده عشان نعمله محتاجين التيم هو اللي يعمله بنفسه، مش محتاجين حد فوقيه. طيب بس في نفس الوقت انا مش هجيب شويه ناس واقول لهم يلا يا جماعه ابقوا سيلف اورجانيزنج وتلاقوا الدنيا بتمشي حلوه كده. فلقينا ان احنا محتاجين دور اسمه فاسيليتيتور او كوتش او حد يعني كوردينيتور، او ان هو حد امبيدمنت ريموفر، لما بيلاقي مشكله بيروح يجري وراها عشان يحلها. من هنا جاء دور السكرام ماستر، ان احنا حد بيساعد ان الدنيا تبقى تمام، وبيحاول ان هو يحل مشاكل الناس، وبيحاول ان هو يساعدهم انهم مش باحسن شكل ممكن. لما بيبقى فيه مشكله سواء هو يعرف يحلها بيروح يحلها، او لو المشكله دي في حد تاني هيحلها فهو يروح يتابع معاه ويجري وراه ويزن عليه والحاجات اللطيفه اللي احنا بنعملها طول حياتنا دي عشان الشغل يمشي تمام. فدي اول نقطه. تاني نقطة وهي مهمة قوي، احنا هدفنا او هدف السكرام ماستر الاساسي ان هو يبني او يساعد على بناء سيلف اورجانيزنج تيم. فمعنى كده
ان نجاح السكرام ماستر او الاجايل كوتش لما يبقى التيم عارف يشتغل من غيره سربرايزنجلي يعني لما تحس ان انت مالكش لازمه تبقى انت كده تمام نجحت قوي. عشان نوصل لده بنحتاج نعدي على مراحل كتير، بنحتاج نعدي على مراحل مختلفه من التيم اوكي شكرا، ثانيه واحده نجيب القلم بس. بنحتاج نعدي على مراحل مختلفه من التيم والتيم فورميشن ستيجز اللي انا هشرحها لكم دلوقتي، ونبدا نشوف طيب انهي مرحله السكرام ماستر ممكن يعمل فيها ايه. تمام، دي نقطه مهمه قوي السكرام ماستر لازم يبقى فاهمها. مش دورك ان انت تبقى باتل نك، انت بتحل الباتل نكس، بس مش دورك ان انت تخلق باتل نك تانية. بالعكس، دورك ان انت تشوف ايه هي الباتل نكس دي، ممكن تنط انت تعمل الشغل دلوقتي عشان تمشي الدنيا عشان الشغل ما يعطلش، بس دايما تدور على طرق، والتيم معاك طبعا ان هو يدور على طرق ان هو يحل القصه دي. ده اللي انا كنت بحكي لكم عنه. ادوني فرصه شير سكرين سريعا كده، انا قلت لكم مش هشرح نظري بس تقريبا ايدي بتاكلني يعني. احنا عندنا في حاجه اسمها التيم فورميشن ستيجز، بنبدا بمرحله ان احنا لسه بنعرف بعض الفورمينج، وبعدين نبدا ان احنا نشتغل مع بعض شويه، تحصل شويه مشاكل، نختلف مع بعض، كل واحد شايف طريقته في الشغل هي الاصح، بينا اختلافات كبني ادمين، يبدا يحصل شويه مشاكل وكاس. دي مرحله الستورم. وبعدين نبدا ان احنا نلاقي حلول لمشاكلنا، واحنا مش هنفضل في المشاكل على طول، في تيمز بتفضل في مشاكل على طول، بس احنا عشان نوصل تو سيلف اورجانايزنج تيم مش هينفع نفضل على طول بنتخانق وناخد الخناق على انه المسلم بيه ورايحين الصبح بقى يا رب يعني يعيننا على الخناق او كده. لا، احنا المفروض نبقى فاهمين ان احنا هناخد شويه، هنتكلم مع بعض، هيبقى بينا شويه كلام وحاجات كده وشويه اتفاقات لحد ما نوصل لمرحله النورمينج، ان احنا عارفين نشتغل مع بعض وبيننا شويه اتفاقات وعارفين نحل مشاكلنا مع بعض. بعد كده لما بنتعود ان احنا طلع لنا تشالنج، سواء هو مشكله سواء هو اختلاف سواء هو اي حاجه، لما بنتعود على كده بنوصل لمرحله البرفورمنج، ان احنا مش بس بنحل مشاكل وبنختلف وحاجات كده، لا ده احنا كمان بنطور من شغلنا. تمام، السكرام ماستر دوره مختلف في كل الستيجز دي. فدوره في الاول ان هو يحاول ان الناس تتعرف على بعض، وان احنا لما يحصل ستورمنج الستورمنج ده ما يتقلبش بيرسونال، ما يبقاش ان هي خناقات بيرسونال، يعني يحصل ستورمنج نحاول نخلي الستورمنج في ايه، على المشكله نفسها، لا دي باج، لا دي مش باج، لا ده احنا محتاجين بزنس كذا، لا ده احنا ما كناش محتاجين بزنس كذا، هنا بيبقى في مشاكل كتير قوي. تمام، دور السكرام ماستر هنا ساعات ان هو ممكن يكون بينظم الدنيا بنفسه، الدنيا مش منظمه ولسه ما حدش عارف ينظمها والدنيا كلها، هنا ممكن يبقى دور السكرام ماستر في المرحله دي كده ان هو ينظم الدنيا بنفسه ويشتغل ولما يلاقي فيه جاب يدخل يعملها بنفسه، ويبدا ان هو يشوف مين الناس اللي محتاج يجيبهم من بره ويحطهم وهكذا. في المرحله دي السكرام ماستر يقدر ان هو او يحاول ان هو يشيل نفسه من الصورة ويبدأ يخلي الناس تعرف تنظم نفسها بنفسها. أنا بشوف سكرام ماستر ليه بقول الكلام ده؟ عشان بشوف سكرام ماسترز كتير دايما هنا ومش عارف يطلع. طب ما انت لا هتطلع ولا هتطلع التيم بتاعك ومش هتوصله لسيلف اورجنايزنج تيم، فده مش شغلتك، انت مش شغلتك انذر كوردينيتور او انذر بروجكت مانجر. هنا بقى في المرحلة من هنا لهنا هو بيكون وجوده معاهم يعني كده بالحب كده part of the team، والله احنا مبسوطين ان انت معانا يعني. يا اما هنا بقى بيروح يمسك تيم تاني او بيعمل حاجه تانيه اصلا، بيكون ان هو يعني يشوف مش شغلانه تانيه بس يعني حاجه تانيه، او يبقى ليه مهام اخرى وهكذا. تمام، فدي نقطه، فكره ان انت بتعمل حاجات مختلفه في اوقات مختلفه من التيم، دورك بيتغير مع تغير التيم، مع حجم التيم، مع دخول ناس جديدة، مع خروج ناس وهكذا. فهنا بنبدأ ان احنا نقول طيب انا بقى عشان اعمل اعمل ابقى فاسيليتيتور وابقى كوتش في اوقات مختلفة والكلام ده كله، انا ممكن اعمل ايه؟ طيب تعالوا احكي لكم كده، مثلا انا احكي لكم عن قصتي لما كنت سكرام ماستر.
أنا كنت بعمل إيه في حياتي عامة، عشان برضو يعني الدنيا تبقى يعني أحكي لكم مثلا. فأنتوا عارفين معظم الناس بتشتغل سكرام، فالسكرام في دورة حياة السبرنت، سبرنت بتبدأ الناس بتشتغل، سبرنت بتنتهي، نعمل الكلام ده كله. فأنا كان دوري أتأكد إن السبرنت دي ماشية تمام صح، زي ما بقول لكم أنا فاسيليتيتور. فقبل بداية السبرنت بشوية، اللي هي في سبرنت يعني احنا في سبرنت 3 واحنا هنتكلم دلوقتي على سبرنت 4، قبل في آخر سبرنت 3 أنا ببدأ أشوف التحضير لسبرنت 4 تمام ولا لا. يعني إيه؟ يعني أول حاجة بنبدأ نشوف طيب الناس دلوقتي في سبرنت 3 بيخلصوا شغلهم ولا بيخلصوهمش، ولا الدنيا عاملة إزاي، هل إحنا هنخلص اللي إحنا بنعمله ولا هيترحل معانا كله للسبرنت الجاية ولا إيه. تاني حاجة بتأكد بقى إن الشغل بتاع السبرنت الجاي تمام. هنا بيبقى في شغل مع البرودكت اونر ومع التيم، بس مع البرودكت اونر تمام. من يعني انت ممكن لو اتكلمنا ان احنا من تاني اسبوع في سبرنت 3 انا بحضر سبرنت 4، فهاجي على يوم الاحد بتاع سبرنت تاني اسبوع من سبرنت 3 اقول والله يا جماعه طيب تعالى يا برودكت اونر ايه اللي عندك للمره الجايه، عندنا حاجات، الحاجات دي جاهزه، الحاجات دي الناس فاهماها، اتشرحت استيميتد مش استيميتد، فيها التكنيكال تشالنجز عاملينها ولا لا، طب الحاجات دي هاي بريوريتي ولا لا، متكسره صغير ولا لا، بتكسره كفايه انها تدخل السبرنت، طب لو محتاجين ديزاينز الديزاينز دي جاهزه، كل الكلام ده التحضير ان يوم السبرنت بلاننج يبقى شغل الناس جاهز عشان الناس دي تدخل ما تعطلش. تمام. غالبا انت كسكرام ماستر مش هتعمل تحضير بايدك صح، يعني لا انت هتعمل وير فريمز ولا انت هترسم جرافيك ولا انت هتعمل جرافيك ديزاين ولا انت هتكتب ستوريز ولا انت هتحط ريكويرمنتس ولا اي حاجه من دي، بس دورك ان انت تجري ورا كل الناس اللي بتحضر الحاجات دي عشان تتاكد ان هي اتحضرت. تمام. مع البدايه هتلاقي نفسك بتجري كتير وتتابع كتير، ولا استنى ولا الديزاين بجهز، لا اصل انا كنت سكرام ماستر في اي تي وركس فكان في ديفرنت ديبارتمنت، لا اصل الديزاينر مطلوب منه حاجه في ديبارتمنت تانيه فنروح نجري وراه، لا اصل احنا في حد من التيم مش عارفه جاله تاسك بره فتعالى نرجعه تاني، وحاجات كده ايه شويه حاجات كده غريبه. فالمهم ان احنا عملنا ده كله بنحاول ان احنا نتاكد ان احنا جاهزين ان احنا نبدا النيو سبرنت. في البدايه زي ما كنت اقول بتقعد تجري ورا الناس كتير، والناس ما بتبقاش متعوده تحضر شغلها قبل السبرنت، وبيبقى عندها حاجات تانيه تعملها ومش عارفين ينظموا البريوريتيز، مش عارفين مثلا ان احنا نكسر الستوري الصح، فنبدأ ان احنا نشوف ازاي نكسرها ونقعد عليها ونقعد مع التيم ونرجع تاني وهكذا. تمام. فده قبل السبرنت. ماشي. طيب بدأنا السبرنت. السكرام ماستر بيبقى عليه دور هنا مهم قوي، هو دور الفاسيليتيتور. فاسيليتيتور دوره مهم جدا في الميتنج. يعني ايه؟ يعني السبرنت بلاننج هو برضو لا هو بيحط استمت ولا هو بيشرح حاجة للناس ولا هو بيقسم تاسكات ويديها للناس ولا يأساين على حاجه على حد ولا اي حاجه من الحاجات دي، المفروض تبقى دوره. ممكن لو لقى الناس مش عارفينها يبقى ينط ويعملها زي ما كنت بقول، بس الاصلي ان ما يبقاش ده دوره. طيب يوم يعمل ايه في السبرنت بلاننج؟ اول نقطه ونقطه مهمه قوي ان هو يجي في السبرنت بلاننج مجهز ان الناس تبدا تعرف تشتغل. ده زي اي ميتنج في الدنيا، احنا بنقعد في الميتنج ثانية واحدة سوري طيب تاني كنت بقول ان احنا how to facilitate a meeting، وبنبدأ بالسبرنت بلاننج. اول ميتنج هتحتاج تعمله facilitation في السبرنت. تمام. فهتبدأ اي ميتنج في الدنيا في حاجات كتير بتبوظه، السكرام ماستر مسؤول ان الحاجات دي ما تبوظش الميتنج. اول حاجه بتبوظ الميتنج ان احنا ما نبقاش واضحين على الميعاد، ما نبقاش واضحين على احنا جايين نعمل ايه، الميعاد مش مناسب الناس، فنص الناس تيجي ونص الناس تستنى، ونقعد مثلا نقعد نص ساعه مستنيين الناس تتجمع. فدي اول حاجه السكرام ماستر محتاج ياخد باله منها، ان ازاي يخلي الناس تيجي في ميعادها وان الميعاد يبقى مناسب الناس والناس عارفه الميعاد ونبدا في ميعاد. تاني حاجه تحضير التولز وتحضير الحاجات، حاجه بسيطه جدا، لو احنا في المكتب سبوره وبنرسم عليها، معاك اقلام، سبوره نظيفه، مش ندخل نلاقي السبوره بقى لها 100 سنه ومش عارفين نمسحها ونقعد نص ساعه نستنى الاوفيس بوي يجي يمسح لنا السبوره والحاجات دي. تاني حاجه
ان فكرة ان احنا لو احنا ريموت فنبدأ ان احنا يبقى حياتنا جاهزة، التولز بقى اللي معانا، لو في بورد محتاجين نعملها على ميرو، الحاجة ابديتد على جيرا، كل الكلام ده اللي بيساعدنا ان احنا نشتغل وننظم حياتنا. تمام، ده اول حاجة، التحضير للميتنج قبل ما يبدأ. وبعدين نبدأ ان احنا نشوف طب الفلو بتاع الميتنج هيمشي ازاي. تعالى بقى نشوف، طب احنا معانا كام ستوري بوينت، طب سوري احنا معانا كام ستوري، طب يلا البرودكت اونر يشرحهم للناس، طيب الناس اصلا اتشرحوا قبل كده فاحنا بنراجع، طيب احنا محتاجين ان احنا نشوف الاستراكشر بتاع الميتنج هيمشي ازاي. سبرنت بلاننج عامه بنشرح ستوريز سواء بقى شرحناها قبل كده او اول مره، انا بفضل طبعا يبقى اخدنا عنها فكره قبل كده علشان دايما عشان الميتنج ما يطولش معانا قوي. تاني حاجه نقدر ان احنا نشتغل على ال نبدا ان احنا بقى نكسر واحده واحده ونشوف هنحط بلان بتاعه السبرنت بتاعتنا ازاي. وهنا تيجي نقطه مهمه قوي، سكرام ماستر لازم يبقى عارف سكرام كويس. يعني مش عارفه انا محتاجه اقول ده ولا لا، بس ساعات كتير برضه بشوف ناس يلا انت هتبقى سكرام ماستر وهو مش عارف هو المفروض يعمل ايه. ايوه، انت هتفاسيليتيت سبرنت بلاننج، طب ايه اول واخر سبرنت بلاننج ده؟ المفروض يبقى داخلين بايه وطالعين بايه. سبرنت بلاننج لازم نبقى طالعين ببلان للسبرنت، يعني عارفين هنعمل ايه في السبرنت دي، عارفين مثلا اول اسبوع هنشتغل على ايه، تاني اسبوع هنشتغل على ايه، او ترتيب الحاجات اللي هنشتغل عليها ايه، هي اصلا حاجات هنشتغل عليها وتكفي ولا لا. انا هنا مش هاجي اشرح سكرام والمفروض يحصل فيه ايه في السبرنت بلاننج، بس حاجه مهمه جدا لو انت فعلا كسكرام ماستر انت لازم تبقى عارف السبرنت بلاننج ده المفروض يتعمل فيه ايه، وكمان تدور اكتر من طريقه ان انت تشتغل فيها على الموضوع ده. يعني لو انت في اكتر من طريقه تتعمل واكتر من طريقه تبقى مناسبه لكل تيم، انت تدور وتشوف بحيث ان لما تلاقي ان الحاجه اللي انت الميتنج مش افكتيف تقدر ان انت تعمل بيه حاجه تانية. تمام، مهم قوي هنا برضو as a facilitator السكرام ماستر يبدأ ان هو يشوف الفلو بتاع الميتنج ماشي ازاي. هل اول نقطة فيه مثلا لو اتكلمنا على sprint planning قلنا ان البرودكت اونر لازم يشرح للناس، طب الشرح ده effective ولا الراجل قاعد بيرغي يرغي يرغي والناس مش فاهمة حاجة؟ انت هنا بقى دورك تبقى انت قاعد، انت مالكش دعوة ولا باستمت ولا بأي حاجة، بس قاعد بتدتكت كده وتبص للناس، الناس دي شكلها فاهم ولا مش فاهم، الناس دي بتسأل ولا بتسألش. مع الخبرة مع التيم تبدأ تشوف الناس دي بيطلع لها اسئله في نص السبرنت، طب ما بيسالوهاش دلوقتي ليه؟ تبدا تشوف ازاي تخليهم يسالوا الاسئله دي عشان السبرنت بلان يبقى افكتيف. فدي اول نقطه. تاني نقطه، واحنا بنحط بلان سواء بنكسر تاسكات سواء بنشوف هنعمل ايه، بنراجع على الكود احيانا بنعمل ده، بناخد الاستمتس من الناس، تبدا تشوف الدنيا دي ماشيه صح ولا لا. انت مش هتقول الاستمت ده بدل هو ساعتين هيبقى ثلاثه، بس انت ممكن تاخد بالك ان في حد من التيم مثلا لسه ما عندوش اكسبيرينس فممكن بيحط استمت صغير شويه، فتبدا ان انت تشوف طيب لا ده احنا محتاجين ان احنا محتاج يعني انا بقولها انكشه بسؤال، طب انت عملت حساب كذا؟ لو هو مثلا بيقع في حته مثلا هو في حته بيعملها وما بيعملش حساب البجز، طب يا جماعه عملتوا حساب البجز؟ فهنا انت برضو مش دورك ان انت تقول له لا خلي بالك انت مش هتاخد منك يومين هتاخد منك ثلاثة، او لا انت ازاي بتأفور هتاخد منك يوم، مفيش الكلام. القصة كلها ان انت بتبدأ تشوف طبعا مع الاكسبيرينس مع الهيستوري بتاع التيم بتبدأ تشوف احنا ممكن نغلط فين، وتبدأ تحاول تلفت نظرهم لحاجة زي كده، ده اقصى ما يمكن تعمله. تمام، المفروض ان التيم لما يتعود يشتغل مع بعض سبرنت باي سبرنت هم يطلعوا غلطاتهم دي هم يفكروا بعض بيها، يعني حتى دي مش حاجه انت هتعملها طول الوقت، بس لو لقيت ان الحاجه ما اتقالتش او احنا بنغلط نفس الغلطات محتاج تبدا تفكر. وهنا دي نقطه مهمه قوي، لما تلاقي نفسك انت هنا فاسيليتيتور وانت هنا المفروض نيوترال، فانت اخر واحد تتكلم في حاجه زي كده، يعني استنى خالص شوف التيم هيشتغل مع بعض وهيطلع الكونسيرنز كلها ولا لا وبعدين اتكلم. ليه انا بقول كده؟ باي اكسبيرينس احنا عايزين نعمل ايه اصلا؟ خلي بالك انت هدفك الاساسي ايه؟ هدفك ان السبرنت تمشي صح وان احنا نسلم وان المانجمنت ما يبهدلوناش وكل الكلام ده طبيعي جدا، بس في الاخر انت عندك هدف مهم قوي ان التيم يبقى سيلف اورجنايزنج. اديهم الفرصه دي، اديهم الفرصه يجيبوا اخرهم خالص في النقاش، وبعدين ابدا ان انت تشوف لو لسه في حاجه واقعه ابدا قول. تمام،
احنا دايما بنحب الجامب تو سوليوشنز، وانا شخصيا بعمل كده يعني. سلمى اشتغلت معايا ساعات بعمل كده كتير، بس باي اكسبيرينس التيم عشان يبقى سيلف اورجانيزنج محتاج ان هو ياخد الفرصه دي. بس انت محتاج تكنترول الدسكشن فين بقى؟ في حاجتين مهمين قوي. اول حاجه السايد توكس، عشان انت فاسيليتيتور للميتنج، ما تسيبش الميتنج يفتح يبقى قعده قهوه، سواء سايد توكس هزار لان انت كده بتضيع وقت الناس، وغالبا بيبقى في ناس متضايقه من تضييع الوقت ده، او سايد توكس في مواضيع تانية. احنا دلوقتي بنعمل سبرنت بلاننج، عندنا ثلاثه ستوريز او ثلاثه حاجات، ثلاث فيتشرز او ثلاثه اي حاجه محتاجين نشتغل عليها، وعايزين نشوف ازاي نكسرها. لو لقينا نفسنا بنتكلم على احلام واماني لحاجه تانية مش هتتعمل غير كمان شهرين، ده مش مكانها هنا. عشان كده ارجع تاني واقول لك انت لازم تبقى عارف مكان الحاجه فين، ايه السبرنت بلاننج هدفه ايه، وحاجه تانية باك لوج جرومنج او ستوري رايتنج هدفه ايه، عشان تبقى عارف الدسكشن ده مناسب هنا ولا لا. تمام، فهنا هدفك ان انت تكنترول الدسكشن ده، وطبعا مع الاتفاق مع الناس. يعني انت مش تقول لهم لا يا جماعه مش تقفلهم بالعصايه، برضو احنا بنبيلد سيلف اورجانيزنج تيم، فيا جماعه خلي بالكم احنا كده لو بنروح نفتح في الهزار مثلا لقينا نفسنا بقى لنا ربع ساعه بنهزر، يعني ساعات بيبقى حاجه كده حد رمى كلمه وضحكنا عليها وخلاص دقيقه حصل خير، انما لو رحنا فتحنا بقى ولقينا نفسنا بتاع، طب يا جماعه خلي بالكم عشان الميتنج عشان ما نطولش ورانا شغل، لو لقينا نفسنا بنفتح حاجه تانيه طب معلش يا جماعه ده مش مكانها هنا، مع الاتفاق مع الناس علشان ده لمصلحتهم هم، بس هم مهم يبقوا فاهمين انت بتعمل معاهم كده ليه. تمام، خلصنا السبرنت بلاننج، ده بيبقى يوم يعني ايه بس يوم صغير واحد. في الحته دي. هو برضو النقطه بس اللي انت كنتي بتتكلمي عليها على موضوع انا مثلا دون جامب او اديهم سولوشن اسيبهم هم يتكلموا او كده، هو جزء كبير من الموضوع شويه في از سكرام ماستر. يعني انا محتاجه ابقى عندي شويه سيلف اويرنس. يعني ساعات برضو given ان في ناس كتير بتبقى جايه من باك جراوند اوريدي تكنيكال او جايه من باك جراوند مانجمنت، احنا فبيبقى كسكرام ماسترز بالظبط السيلف اويرنس از سكرام ماستر ان انا لا اخلي بالي ان انا ما اروحش للكومفورت زون بتاعتي. ان انا مثلا زمان انا مثلا كنت سوفت وير انجينير، فاقول للناس انا شايفه ان ده الصح او شايفه ان ده كتير. انا كنت مثلا لما انا كنت سوفت وير انجينير كنت بعملها في وقت اقل من كده، اللي هو حته ان انا اجراوند ماي سيلف شويه، ان انا مثلا ما اقعش في حته ايه لا انا لو كانوا سمعوا كلامي كان يبقى احسن او لو كده، علشان برضو ممكن شويه ساعات انا بحاول افاسيليتيت التيم وما اخدش بالي ان انا برضو جزء من التيم محتاج ابقى اوير بالرولز والريسبونسابيلتيز بتاعتي within التايم فريم اللي انا فيه بقى، سواء سبرنت بلاننج او باك لوج جرومنج او ريترو او كده. يعني ده بس النقطة اللي انت كنت بتتكلم عليها في حتة اللي هو احنا في التيم مثلا ابقى نيوترال، يعني جزء من النيوتراليتي ان انا ما انساش نفسي شوية. يعني تمام، فدي نقطة مهمة اللي منى بتقولها، ان انا ابقى نيوترال وما انساش نفسي وما نطش انتو سوليوشن على طول. فكرة ان انا ابقى اوير، ابقى فاهم اللي حواليا عامل ايه، وابقى فاهم انا بتصرف كده ليه. انا دلوقتي وضعي از سكرام ماستر، انا بتصرف كايه؟ هل انا بديهم خبرتي از سوفت وير انجينير؟ انا على فكرة يعني ما عنديش مشكلة ان انت تقول ده، بس اعرف هتقوله امتى. هي دي الاويرنس اللي منى بتتكلم عليه. مفيش مشكله ان انت تقول والله يا جماعه انا زمان جربتها كده وعملت كذا، مفيش مشكله ان انت تقترح حتى اقتراح تكنيكال لو انت عارف حاجه، بس دايما خليك عارف ان انت اقتراحك التكنيكال او لو انت سكرام ماستر بس، مش سكرام ماستر وبتعمل حاجه يعني وتكنيكال ليدر او سكرام ماستر وديفلوبر او وات ايفر، بس لو انت سكرام ماستر بس اقتراحك التكنيكال او اقتراحك في المانجمنت او اقتراحك في اي حاجه هو مجرد اقتراح من شخص مش هيعمل الكلام ده بايده. وخلي بالك من النقطه دي كويس قوي، احنا بنقول حاجات الناس اللي قاعده قدامك هيعملوا الكلام ده بايديهم، هم اللي مسؤولين عنه، صح؟ طيب انت هتعمل ده بايدك؟ هتشارك في العمايل الكلام ده بايدك؟ غالبا لا، مش دورك كسكرام ماستر لو انت بس واخد دور سكرام ماستر. فدايما هتدي بريوريتي لاقتراحات الناس اللي بتشتغل بايديها. تمام، لا عايز تقترح، عايز تقول ما فيش مشكلة زي ما أنا بقول لساعات في الآخر خالص، طب والله يا جماعة كذا. إنما لما تبقى يعني طالما مش هتعمل الكلام ده بإيدك، مش هتشيل مسؤولية الكلام ده قصاد الناس، الوضع مختلف. تمام،
ولو ان يعني انا شخصيا ممكن اخلي الكلام ده في الاخر، انا شخصيا ساعات كتير بكسر القاعده دي في اوقات معينه، بس برضو فكره الاوينس انت بتعمل ده امتى وازاي، ممكن نخلي ده في الدسكشن في الاخر. بس خلينا نتكلم على الرول الاساسيه. تاني بقى نقطه، خلصنا ايه؟ خلصنا السبرنت بلاننج، ويلا بقى نبدأ نشتغل. طيب انت بتعمل ايه بقى مع الناس وهي بتشتغل؟ تجري وراهم تسألهم خلصت التاسكات امتى؟ ده برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها في الاول، بس مش المفروض ان هي تبقى، يبقى ده العادي، مش المفروض ان يبقى ده، يعني المفروض ان الحاجه تبقى ان احنا نحاول نوصل لمرحله انها تبقى ماشيه سموث، مش شغلتك انك تجري ورا الناس. بس ساعات بتضطر لده، عندنا تاسك وعندنا ريليز وعندنا التسليم لازم يخلص، فهنجري ورا الناس. تمام، برضو حتة الأوينس دي مهمة، عشان كده احنا نرجع تاني للشارت بتاعة التيم. انت في الأول ممكن تكون محتاج تعمل ده، بس تبدأ تسحب، تعرف ازاي تسحب نفسك بقى واحدة واحدة، أو تعرف امتى الحاجة اللي انت ممكن تكون هتزن عليها والحاجة التانية مين هتزن عليها عشان تساعده، وتبقى برضو بينك وبينه تراست ان انت بتساعده ان احنا نخلص، ومين هيتخنق من الزنا ده ولازم تسيب. تمام، فدي أول نقطة، انت مش دورك ان انت تزن على الناس. هنتكلم على الستاند اب. الستاند اب هو ربع ساعة الناس بتبقى بنحاول نعلاين الناس فيها علشان نعرف نشتغل ونشوف احنا واقفين فين والريبلان. از بير سكرام جايد، سكرام ماستر ممكن ما يحضرش الستاند اب اصلا، تخيلوا بقى، يعني هو مش هد... يعني اللي هو اكتر حاجة الناس بتعملها فاكراها انت عايز سوري انت عايز تجيب سكرام ماستر ليه؟ عشان يقعد يحضر معامل مع الناس ستاند اب، لو هو على فكرة ستاندرد المفروض ما يحضرش الستاند اب، او يعني دوره مش اساسي. بس دوره الاساسي يعمل ايه؟ ان التيم يبقى متعود يعمل ستاند اب افكتيف. فرق كبير قوي، الرحله دي ممكن تاخد لها سنه ونص حرفيا، يعني مش بهزر. تمام، فبيبدا ان هو بيجيب الناس ويجري وراهم عشان يحضروا الستاند اب اصلا، يعني من اول كده اول ما بنبدا يلا يا جماعه عندنا ستاند اب، ايه ده يعني ايه ستاند اب وهو ربع ساعه والناس تيجي متاخره ربع ساعه والمواويل اللي احنا بنشوفها دايما دي. بس بعد كده هيحصل ايه؟ بعد كده انت محتاج ان انت بعد ما تعودهم يحضروا الستاند اب الحمد لله وتوصل لمرحله متقدمه، مش دورك بس كده، الستاند اب لازم يبقى افكتيف ان هم يبلانوا مع بعض. انا دايما كنت ما بتعودت ان انا اجيبهم يحضروا الستاند اب، عملت ايه؟ كان لقيت ان هم دايما بيقولوا لي انا الستيتس، ايوه انا مالي، لا انت هتسلمني تاسك ولا انا هسلمك تاسك وتاخدها مني، انا مالي بقى ومال الستيتس دي؟ ليه الستيتس يعني مش المفروض الستيتس تبقى في دماغي انا بس، المفروض يعني دايما اقعد اقول لك ما تبصليش بص لزمايلك، ما تبصليش بص لزمايلك. ممكن تبقى حاجه بسيطه، يعني اللي هو الناس مش متخيله ان ممكن يبقى فيه بني ادم شغلته ان هو كل يوم يقعد يقول ما تبصليش بص لزمايلك، هي مش كده، هي الفكره ان انت بتبقى شايف انت عايز الناس هي اللي تفهم الستيتس، انت بتبقى عايز الكوميونيكيشن بين التيم مش بينك انت والتيم، انت مش لاير، انت مش باطن انك بين التيم وبعضه، انت بتبقى موجود ساعه المشاكل، ساعه الازمات، ساعه ما هم يبقوا محتاجين حاجه شايفين يتصرفوا فيها. بس از لونج از ان مفيش كده وان هم عارفين يمشوا شغلهم، المفروض ان هم منهم لنفسهم. فالستاند اب هو دور ان هو يتاكد ان الستاند اب بيتعمل افكتيف، يبدا بقى ان الناس بتيجي تعودت تحضر في ميعادها، الناس تعودت تتكلم تقول الكلام اللي المفروض يتقال، دي حاجه هتلاحظها مع الوقت. نقف الستاند اب تمام، خلصنا تسكتنا تمام، هتعمل ايه؟ هخلص النهارده. نقف بكره نقول نفس الكلام على نفس التاسك، سبحان الله، بعد بكره نفس القصه، يبقى الستاند اب مش افكتيف. فانت هنا كسكرام ماستر دورك ان انت تخلي الستاند اب افكتيف، مش ان انت ترنه ومش افكتيف وهما مش عارفين يعملوه، مش كده. تمام، فهنا دورك ان انت تخلي الستاند اب افكتيف. ازاي بقى تبدا ان انت تخلي الناس هي اللي تتكلم مع بعض؟ لو في معلومات ما اتقالتش وبعدين اكتشفنا مشكله تبدا تسال عليها، تبدا تحاول تخلي ناس تحضر، مش تحضر قبل الستاند اب يعني، بس اللي هو ايه، طب يا جماعه معلش الستاند اب الجاي نبقى كلنا مثلا عارفين الستيتس بتاعتنا ايه، او نراجع على البجز قبل ما نيجي، او ابديت جيرا قبل الستاند اب، كل الكلام ده احنا بنعمله عشان تو ميك ذا ستاند اب مور افكتيف. انا برضو مش هجري ورا الناس بالعصايه اقول لهم ابديتوا جيرا وهم مش فاهمين بيابديتوا جيرا ليه، ده مش دور السكرام ماستر خالص، ان هو يا جماعه تعالوا بالعافيه احضروا ستاند، تعالوا بالعافيه ابديتوا جيرا، تعالوا بالعافيه اعملوا سبرنت بلاننج، تعالوا لا انت مش دورك كده، انت دورك تشوف ازاي الحاجه دي تبقى افكتيف والناس نفسها انترستد فيها،
وتبدأ تحل المشاكل اللي مخليه الناس مش انترستد. زي ايه؟ يعني مثلا لو الناس بتيجي متأخر على الستاند اب وانت موقفهم مذنبهم، واللي جاي متأخر وبقى الستاند اب نص ساعة بدل ما هو ربع ساعة، طب ما هو مش هيحب يجي. لو هو شايف ان الستاند اب ده كوميونيكيشن بين بني ادم وسكرام ماستر، طب انا مالي اقف ربع ساعة اسمع بقية الناس ليه؟ انما لو هو فاهم ان الستيتس دي هتأثر على شغله هو، يبقى لازم ان هو ولازم ان هو يسمع، فهيبقى انترستد ان هو يسمع. لو هو شايف ان احنا بنيجي مهرجلين في الستاند اب فاحنا مش عارفين بنقول ايه والميتنج زي قلته، اسمع منهم. الناس بتلاقيها، الناس دايما عندها valid points، انت محتاج تسمع منهم. طيب الستاند اب ربع ساعة، بقية اليوم السكرام ماستر بيعمل ايه؟ عندنا هنا بقى حاجات كتير قوي. اول نقطة كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان انت بتحضر السبرنت الجاية لو الشغل ماشي تمام. لو الشغل مش ماشي تمام، دايما بتروح تشوف ايه المشاكل اللي بتتحل. خد بقى عندك دي من ابسط حاجه، اصغر حاجه لاكبر حاجه. ممكن تبقى الشغل مش ماشي تمام ليه؟ علشان عندنا مشكله في الانترنت، او عشان عندنا مشكله في جهاز معين. مسؤوليتك ان انت تجري وراها وتحلها. طالما في امبيدمنت، في حاجه واقفه في الشغل، انت لازم تروح تحلها. الشغل مش ماشي تمام علشان في اتنين بيتخانقوا مع بعض. نبدا بقى نشوف طب احنا ايه مشكلتنا، وليه الناس دي مش عارفه تشتغل مع بعض، ونبدا نحل المشكله. الشغل مش ماشي تمام عشان احنا عطلانين على حد. الحد ده ايا كان بقى، الحد ده ممكن يبقى سي تي او، الحد ده ممكن يبقى ديفلوبر في ديبارتمنت تاني، الحد ده ممكن يبقى البرودكت مانجر ما احناش لاقيينه. هتروح وتحاول تشوف الدنيا دي هتحلها ازاي. فطبعا احنا كلنا عارفين السوفت وير مشاكله كتير اصلا من غير حاجه يعني. فانت شغلتك ان انت تشوف المشاكل دي وتحلها، اول جزء. تاني جزء تشوف ازاي تتفاداها. فتبدا ان انت تشوف، طيب تروح تقعد مع حد وتنيجوشيت معاه، طب يا جماعه على فكره احنا محتاجين مثلا، لو احنا معناش ديزاينر ديديكيتد في التيم وكل مره بنعطل على الديزاينر، لا يا جماعه احنا محتاجين ديزاينر ديديكيتد للتيم، وتروح للمانجمنت، هو اصل التيم وبيشتغل وبنعطل وعندنا 3 ايام في السبرنت بنبقى مستنيين، ويا جماعه ده بيخلينا نتاخر ما نحرقش مش عارف ايه وهكذا. دي حاجه بتحل مشاكلك، بتحل مشاكل التيم. تاني حاجه بتحضر للسبرنت الجاي. تالت حاجه ان انت بيبقى عندك مشاكل ممكن تبقى نقدر نسميها ايه، مشاكل ازليه مثلا، مش عارفه يعني، اللي هو يعني في حاجات مشاكل انت حليت المشكله دلوقتي بس محتاج تحلها حل لونج تيرم. فتروح تدور طب ايه الحلول اللونج تيرم، وتروح تتكلم مع الناس عليها، وتبعت ايميلات وترجع وترد وتروح وتستنى وتفولو اب وتشوف ايه اللي عطلان وتعمله. ده بقى اللي انت بتلف حوالين نفسك طول السبريبت. تمام. فدي دي اعتقد يعني ممكن سلمى ومنى يتكلموا فيها اكتر عن امثله هما ممكن يكونوا بيعملوا ايه. انا اتفقت معاهم ان احنا في تبقى ساعه هتكلم فيها على الفلو كله، وبعدين نبدا نتكلم، هما بقى يبداوا يقولوا لنا هما شايفين ايه. فدي نقطه مهمه، فكره ان انت هدفك ايه، انت نجاحك ان ذا تيم تو بي مور افكتيف. يعني حتى في اخر ابديت في سكرام جايد بتاع 2020 اول مره يحطوا accountability على سكرام ماستر، ساعتها حطوا ايه؟ ساعتها حطوا the team becomes more effective. مش فاكره الجمله بالظبط، بس ان التيم يبقى effective اكتر. فلو انت سكرام ماستر وقعدت سنه مع التيم اولهم زي اخرهم، يبقى انت كده ايه؟ انت مش عامل شغلك كويس. فانت هنا بقى انت بتشوف الدنيا ماشيه تمام دلوقتي؟ تمام. طب هتمشي تمام قدام يعني بحضر السبرنت بعدها؟ تمام. وقتك الباقي انت بتشوف how to make the team more effective. فيها جزء كبير قوي بيبقى human dynamics مع التيم. عشان كده انت مهم قوي تبقى فاهم الحتة دي، من الحاجات اللي انت مهم تذاكرها وتبقى فاهمها جدا، عشان تعرف تبقى facilitator وكوتش، وعشان تعرف ان انت احنا مش بنمانج التيم بس، ان انت بتليد التيم باي، مش باي authority، بتليد التيم باي ان انت بتفاسيليتيت. انت محتاج هنا انت تبقى فاهم الناس كويس، فاهم الناس اللي معاك، وفاهم ايه اللي بيخلي الناس تشتغل كويس. فكره ان التيم مثلا من الحاجات المهمه قوي في السيلف اورجانايزنج تيم، ان احنا الناس يبقى عندها سيفتي، الناس تعرف تقول ان هي غلطانه، الناس تعرف تقول ان هي محتاجه مساعده. طب هل احنا عندنا ده في التيم ولا لا؟ انت بتلاحظ ان الناس يا اما بتقولش ان هي غلطانه وبتكتشف المصيبه بعدها بشهرين، يا اما بتيجي تقول لك بينها وبينك ان هي في مشكله بس ما تعرفش تقولها مع بقيه التيم، او بتلاقي فيه كلام كده سايد توكس مع بعض، الناس مع اتنين مع بعض كده واخدين جنب، ودول شله ودول شله وحزب وحزب وحاجات كده. يعني انت بتبدا تشوف الكلام ده بقى لا ده مش هيخلينا نعرف نشتغل كويس.
وتبدأ تشوف الكلام ده يتحل ازاي. القصة دي بقى دي قصة طويلة عريضة، ليها يعني عندنا ويبينار اتكلمنا فيه عن الهيومن داينامكس قبل كده، وليها كتب كتير. يعني انا يعني حاجة جزء كبير قوي من ماي ليرنينج والشغل اللي انا اشتغلته على نفسي من ساعة ما بقيت سكرام ماستر واجايل كوتش ولحد دلوقتي، ان انا بشتغل بذاكر سايكولوجي وبشتغل على نفسي، وبحاول اشتغل على ان انا اساعد غيري. تمام؟ او في الحتة بتاعت السايكولوجي بالذات، انت مش بتساعد غيرك، انت بتشوف غيرك محتاج يساعد نفسه ازاي وتحاول تنابل ده. فدي نقطة مهمة قوي، ان لازم دايما تبقى انت شايف ان التيم ده هم مش الريسورسز بس، التيم ده هم الناس اللي معاك، هم الحاجة اللي انت بتشتغل عليها. زي ما الديفلوبر بيشتغل على الكود بتاعه، بيكتب كود وبعدين بيدور ازاي الكود بتاعه ده يبقى احسن والكواليتي بتاعته يبقى احسن، انت التيم ده والناس اللي معاك انت ده شغلك. انت محتاج ان انت دايما تدور ازاي تساعد الناس دي يساعدوا نفسهم يبقوا احسن، ازاي تساعد الناس دي تتعامل مع بعض بشكل احسن. وهنا في نقطة مهمة قوي، ان انت محتاج ان انت يعني تشوف الناس دي as human beings، ويبقى تحترم الناس دي اكتر. مش معنى كده انا بقول ان انت بتحترمهمش، بس مجرد ان انت تبص الواحد على انه هو لا ده ما بيفهمش ومطلع عيني، مش هتعرف تشتغل معاه as a scrum master. يعني الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. انت بقى تشتغل على نفسك your emotional intelligence الاول علشان تعرف تشتغل مع الناس. فطول ما انت شايف ان فلان ده مطلع عيني، وفلان ده مش عارف اشتغل معاه، وفلان ده مضايقنا، وفلان ده مش عارف ايه، وده وحش، وده مش عارف ايه، وانا اللي حلو، انا اللي بحاول انظم لهم حياتهم، هم يعني مش مقدرين، انت كده مش هتعرف تشتغل مع الناس. طيب عشان تشتغل معاهم محتاج تعمل ايه؟ محتاج تشوف كل واحد از هيومن بينج، وتشوف ايه الكويس وايه اللي محتاج يتحسن، وتبني علاقه بيزد ابون تراست، فيها سيفتي، فيها ان انت تبدا تقول له على فكره انا غلطان في كذا، لان انت اكيد هتغلط، وهو يبدا يقول لك اه انا غلطان في كذا ومحتاج مساعده في كذا. تبدا بالسيفتي، تبدا بالريسبكت بينك وبينه، ومن هنا نبدا ان احنا طيب ايه رايك في المشكله دي، موضوع المواعيد. طب ايه رايك ان يعني يا نغير المواعيد، يا اما نتفق ان انت طب تقدر تيجي بدري ازاي، طب اقدر اساعدك ازاي، طب تيم يقدر يساعدك ازاي. لما تبدا تعمل ده بينك وبين each one of the team، هنا يبقى ممكن يبقى عندك القدره بقى بعدها بشويه ان انت تخلي يعني تحاول تعلم التيم وتساعد التيم انهم يعملوا ده بينهم وبين بعض. تمام؟ طيب فاحنا جينا هنا قلنا السكرام ماستر بيعمل ايه. طول ما الناس شغالين بيتاكد ان الدنيا ماشيه تمام، مفيش حد عنده مشكله وغطسان، بيشوف لو في مشكله بيجري وراها يحلها، بيبريبير للسبرنت الجاي، او بيتاكد ان البريبريشن للسبرنت الجاي حصل تمام، وبيشوف المشاكل الأزلية أو المشاكل الكبيرة اللي محتاج يعملها تغيير كبير ويقعد يجري وراها. دول الأربع، وبيشتغل على الهيومن داينامكس بتاعت نفسه وبتاعت التيم. دول خمس حاجات السكرام ماستر بيقعد إن هو يعملهم طول ما السبرنت شغال. عشان كده كنت بقول لكم مع الوقت هتلاقي إن شغلك بيقل. ليه؟ المشاكل الفرقيعة الكبيرة اللي بتفرقع في في كل حتة المفروض ان احنا كل قلنا لها حلول، وبتقل بتجت ستيبل. التيم برضو نكون اشتغلنا معايا بس وصل لمسحارة من الماتيوريتي ان احنا متعودين بقى خلاص، يعني بنقعد مع بعض مثلا مرة في الشهر نص ساعة بنظبط الدنيا خلاص، ما فيش بقى ايه فرقيعة وعمال تجري تصالح ده وعمال تشوف ده وعمال مش عارف ايه. المشاكل الكبيرة بتكون خلاص اتحلت وبيطلع حاجات تانية، بس غالبا بنبقى عندنا طريقة بقى ان احنا نحل وفاهمين احنا بنمشي ازاي وكده. عشان كده انا كنت بقول لك ان انت مع الوقت هتلاقي شغلك بيقل مش بيزيد. فده بالنسبه ايه للسكرام ماستر طول السبرنت. طيب نيجي اخر السبرنت، سكرام ماستر بقى المفروض يعمل ايه؟ زي ما قلنا ان احنا في النص التاني من السبرنت بنتاكد من التحضير، ممكن نكون محتاجين نقعد سيشن ستوري رايتنج مثلا، نقعد نخلي البرودكت اونر يشرح فيها للتيم ويشوف الشغل بتاع الحته دي متحضره ولا لا، لو التيم فيه حاجه تكنيكال فيتاكد الدنيا دي ماشيه تمام. برضو الفاسيليتيشن بتاع الستوري رايتنج، الناس تيجي في ميعادها، نحضر، الناس تبقى مركزه علشان نسمع ونسال اسئله، لو في اسئله ما اتسالتش، لو في حاجه مثلا حاسس مشكله في البريوريتايزيشن يبدا يتكلم، لو حاسس ان البرودكت اونر ما بيحضرش الشغل كويس قبل ما يعمل يبدا يساعده من المره الجايه ان هو يحضر اكتر وهكذا. طيب نيجي بعد كده اخر السبرنت، عندنا ايه؟ عندنا تو ميتنجز، السبرنت ريفيو والسبرنت ريتروسبكتيف. السبرنت ريفيو ان احنا بنقعد نعمل ديمو وللشغل بتاعنا، الشغل اللي خلصان. دي حته مهمه برضو سوري.
ان هو دايما بيشجع الناس او يعني بيساعد الناس ان هم يقفلوا شغلهم، عشان دي حتى احنا برضو ايه ما بنعملهاش تمام قوي، ان احنا فتحت حاجات كتير ما نقفلش حاجه. فهو دايما يبدا حتى لو في كل ستاند اب، طب يا جماعه عندنا ايه متقفل وايه مش متقفل. ده بارت اوف الاجايل مايند سيت وبارت اوف شغل الاجايل، فمحتاج السكرام ماستر يفاسيليتيت ان هو يتعمل. في الاول هتقعد تزن عليهم يا جماعه ما تفتحوش حاجه وقفلوا، يا جماعه ما تفتحوش حاجه وقفلوا، مع الوقت هم بيبداوا يتعلموا زي اي حاجه يعني، زي اي كونسبت عايزين نبدا نتكلم عليه. تمام. بعد كده نبدا ان احنا نخلي السبرنت ريفيو ده في الحاجات اللي دان، في احنا عملنا ايه وخلصناه، نعمل له ديمو، نبدا نابديت البلان، نشوف احنا خلصنا، احنا البروجرس بتاعنا ماشي ازاي، والله احنا بنتطور، بنخلص حاجات اكتر، بنحل مشاكلنا ولا لا. وبعدين ممكن هنا في الميتنج ده يكون حاضر معانا حد من المانجرز، يكون حاضر معانا حد من الكلاينتس، يكون البرودكت مانجر بياخد بيشوف الشغل ويدي فيدباك للناس وهكذا. مهمة هنا بقى دور السكرام ماستر، ممكن يبقى في حاجة مهمة الناس تاخدش بالها منها، هو تيم بروتكتور. يعني ايه تيم بروتكتور؟ يعني لو حاجة حصلت بتهد اللي احنا بنبنيه في التيم، هو المفروض ان هو ما يعملهاش. فتخيلوا ان في مانجر قاعد وبعدين بنقول والله يا جماعة احنا خلصنا مثلا 70% او 60% من اللي احنا كنا متفقين عليه، وكل بقى سبرنت وليها مشاكلها، واصل دي كبرت مننا، اصل دي ما كانتش واضحه، وات ايفر. فلو جه حد بدا يوجه لوم للتيم وبدا ان هو يقول لا ازاي يا جماعه انتوا ما عملتوش كده، وبدا يتعصب على الناس او حاجه، احنا كده بنهد السيفتي وبنهد كل حاجه. فيبدا ان هو somehow يحاول ان هو يوقف ده، سواء بان هو يهدي الموضوع لو يعني لو ملوش اوثوريتي على يعني ساعات بيبقى في حد فيري هاي اوثوريتي مش عارف تتكلم معاه في حاجه زي كده، سواء ان هو يحاول يمنع ده ان هو يحصل، سواء ان هو يتكلم مع حد ليه اوثوريتي ان هو يتكلم مع الشخص التاني المانجر التاني، او يكلم المانجر التاني حتى في وقت مختلف. يعني في مشاكل مش هتعرف تحلها في ساعتها، بس تقدر تحلها بعدين، تبدا تتكلم مع المانجر التاني، والله يا جماعه احنا شغالين دلوقتي اجايل والناس دي بنحاول نخليها سيلف اورجنايزنج، بنحاول نبني السيفتي، انت حضرتك كده بتهد السيفتي. عشان كده السكرام ماستر مهم ان هو يبقى ليه يعني مش اوثوريتي في الشركه، بس يبقى ليه بوزيشن بيتسمع، يبقى الناس بتسمع له. دي نقطه مهمه. والنقطه الثانيه المهمه ان هو يبقى عنده الشجاعه ان هو يروح يقول يا جماعه والله انتوا اتفقتوا، او احنا دلوقتي بنشتغل اجايل وانا بحاول ابني التيم صح عشان نبقى اسرع، وانتوا كده بتعملوا عكس ده، فما ينفعش. يبقى عنده الشجاعه ان هو يقول ده. تمام. انا عارفه مقدره ان مش كل الشركات فيها ده، ومش كل الشركات فيها مانجرز تسمع، ومش كل الشركات هنعرف نعمل فيها اجايل مايند سيت، انا عارفه ده كويس جدا، بس انت دورك ان انت تحاول للاخر لحد اقصى حاجه، ده دورك، ده دورك ان انت تشينج ايجنت، تحاول تابلاي الاجايل، وبارت من الاجايل ابلكيشن مش بس براكتسز، كمان هو المايند سيت. فدورك ان انت تبروتكت التيم من الحاجات اللي بتهد الكلام ده كله. تمام. لو جينا في كلام التيم بروتكتور، كمان في كام حاجه محتاجه انت تعملها. يعني التيم بروتكتور انت معاك كروس فانكشنال تيم سكواد مثلا، ما ينفعش ان حد يطلع، ما ينفعش ان يشيلوا حد فجاه من التيم ونلاقي ان الدنيا وقعت. دي برضو حاجه محتاجه ان انت تمنع ان هي تحصل، تتكلم مع المانجرز ان هي ما تحصلش، وكل الكلام ده كله. تيم بروتكشن في ايه تاني ممكن نبقى نتكلم عليه لما نخلص البتاع؟ انا عايز بس اخلص عشان هقفل على السبرنت ريتروسبكتيف، عشان الريتروسبكتيف ده بقى ايه يعني المعركه الدائمه بتاعه السكرام ماستر. ايه الريتروسبكتيف ده؟ الريتروسبكتيف هو الميتنج اللي الناس بتقعد فيه تتكلم في مشاكل السبرنت اللي فاتت، وتشوف هتحلها ازاي، او المشاكل عامه مش لازم السبرنت اللي فاتت بس. يعني انا باي اكسبيرينس لقيت ان هي السبرنت اللي فاتت بس بتبقى كويسه، علشان ركز على حاجة وحلها وبدأ في التانية. تمام. تيجي هنا تلاقي ان انت طيب انا ايه بقى، بعدين نبدأ نشوف لها حلول، وبعدين نبدأ نشوف مين هتطبق الحلول دي. حاجات كتير بتبقى عند السكرام ماستر نفسه، وحاجات تانية بتبقى يعني حلول السكرام ماستر هيعملها، وحاجات تانية بتبقى التيم هو اللي هيعملها. طيب نعمل ايه بقى في الحتة دي؟ ليه السكرام، ليه بقى دور السكرام ماستر مهم قوي هنا؟ عشان الميتنج ده طبيعته اولا طبعا زي ما انتم شايفين فيه هيومن داينامكس عاليه جدا، فمحتاج تركز فيه قوي. احنا جايين نتكلم، هي اكشلي مش المفروض احنا نتكلم في المشاكل بس، نتكلم في مشاكل وطرق التحسين وايه اللي كويس وايه الوحش والكلام ده كله. انت محتاج هنا تعمل ايه؟ محتاج الناس اول حاجه ان هي
تخلي الناس حاسة بالأمان إن هي تتكلم في الميتنج ده، تشجعهم إن هما يتكلموا، تشجعهم إن هما يعني برضو يبقوا حاسين بالأمان، مش بس إن هي تتكلم، إن هي تسمع بعض وتتقبل ان هي ممكن تبقى غلطانه وحاسه بالامان، ان مفيش مشكله ان حد يقول والله يا منى انت لما عملتي معانا كذا، او لما اتاخرتي عن كذا احنا ما بقيناش عارفين نسلم، او والله الحته دي كانت معايا وطلع فيها باجز كتير، فايه المشكله ونبدا ان احنا نتكلم. انا عندي مثال مشهور وحصل معايا حقيقي، كان عندنا ديفلوبر، الراجل كان شاطر والكواليتي بتاعته كويسه، بس كان حصل سبرنت في التانيه ان هو بدا الشغل اللي بيطلع يبقى فيه باجز كتير، فبدانا نتكلم، فبدأنا نقول طيب احنا عندنا مشكلة ان اتأخرنا ليه، عشان الشغل طلع فيه باجز كتير فقعدنا رايح جاي كتير ان احنا نحله. طيب ايه المشكلة دي، احنا ما كناش كده، ايه الجديد؟ فاكتشفنا ان في responsibilities جديدة اتحطت على الديفلوبر ده، حاجات بقى بيتابع على سيرفرات، وبيتابع على حاجات التيم، حاجات كانت يعني ماشينز بتقع ومش عارف ايه وحاجات كده، فهو ما بقاش قادر ان هو يركز. فاحنا داخلين الميتنج، طبعا انا داخله الناس بتوع الكواليتي متحفزين جدا بقى، وليه بتطلع لنا شغل فيه باجز واحنا شغلنا متاخر واحنا كلنا از تيم مش عارفين نسلم وبتاع، لقوا ان اصلا الحاجات اللي هو كان بيعملها دي علشان يقوم لهم هو الحاجات السيرفرات بتاعتهم عشان يعرفوا يتستوا بشكل احسن. فهنا مهم ان احنا نبدا ان احنا ناخد المشكله ونبدا نشوف اصلها ايه، ونشوف الناس اصلا كانت بتعمل ايه. انا في المثال ده انا فاكره ان الناس لما لقوا كده، طب هو بيحاول يساعدهم في شغلهم فوقع حاجه، احنا عايزين نحل مشكله ان الحاجه ما تقعش، بس في الاخر هم هديوا من ناحيته لما سمعوا، ما بقوش متحفزين زي الاول. وعلى الناحيه التانية اكتشفنا ان احنا بقى عندنا مشكله ان احنا عندنا تاسك مش معمول لها اسم، تاسك بتاعت السيرفرات دي ما كانش معمول لها اسم، فهو بقى الكباستي بتاعته اتزحمت فمقدرش يركز، وقع حاجه مع انه كان بيشتغل كتير يعني. فاحنا هنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا هدوء، وان احنا نبدا ان احنا نسمع ونشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيبقى. مهم قوي ان الميتنج ده يتعمل ان الناس تتكلم مع بعض. برضو السكرام ماستر هو دوره هنا محوري اكتر، وممكن يكون عشان هو بيليد الكلام ما ينفعش ان انا اخليهم هم يتكلموا مع بعض واقول لهم لا انا شفاف، انا بحس ان دي صعبه شويه في الريترو بالذات، بس برضو ان الناس تتكلم مع بعض وهم يحلوا مشكلتهم مع بعض، مش ان هم يلاقوا نفسهم يعني ان هم دايما هو برضو السكرام ماستر هو الفوكال بوينت هنا. ومش بحب برضو ان السكرام ماستر الناس تقعد تتكلم مع السكرام ماستر قبل الريترو والريترو يبقى صوري، ده ممكن برضو في الاول ولسه ما فيش سيفتي ممكن تبدا تعمل ده، لان في الاول بقول لك انت هتبدا تبني السيفتي بينك وبين التيم، وبعدين نحاول ان احنا نبنيها بين التيم وبعض، بس ممكن انت في الاول تبدا ده، بس خلي بالك ان ده مش حاجه صحيه، ان انت تبقى الناس تيجي تحكي لك انت وانت الحكم وماما وبابا والكلام ده كله، مش حلوه يعني. محتاجين الناس دي تبقى عارفه تحل مشاكلها سوا، تمام. بس السكرام ماستر هنا ممكن يبقى داخل محضر ان هو شايف حاجات محتاج يتكلم فيها، بس برضو هنا في الاخر برضو اتكلم في الاخر، سيب الناس تقول اللي جواها، سيب الفلو ياخد مجراه طبيعي، وبعدين لو لقيت في حاجه ما اتكلمناش فيها ممكن احنا ايه نتكلم فيها. الريترو هنا ليه اكتر طريقه في الفاسيليتيشن، ممكن انت تقعد ان انت تقول للناس طيب طلعوا ايه what went right what went wrong وايه الاكشنز المفروض ناخدها in general يعني. دي بتبقى لطيفه في الاول ان احنا بنجت الناس نخليهم يتكلموا ويتعودوا ان هم يتكلموا، مشكلتها ان هي بتخلينا نفتح في حاجات كتير قوي، وممكن ما نطلعش باكشنز ليهم كلهم، وممكن ما نطلعش باكشن ممكن ما نعرفش نحل مشكله. تاني طريقه ان احنا بنبدأ ان احنا نشوف طيب في بقى طرق كتير فاسيليتيشن كلها بتمشي في ناحية ان احنا نتكلم في اي حاجة بتاع، ممكن احنا نلمت للسبرنت دي بس بحيث ان احنا نحل مشكلة سبرنت باي سبرنت. ممكن ان احنا نبقى عندنا مشكلة معينة هي شايفينها هي اكبر حاجة حصلت، ونبدأ ان احنا ندرايف ان هو يا جماعة احنا ما سلمناش المرة دي ما سلمناش ليه، ونبدأ نشوف احنا نحل مشكلة احنا ما سلمناش ليه. كل واحده برضو ليها وقت استخدامها، لو انت في الاول وبتدرايف انت اللي بتتكلم في المشاكل غالبا الناس هتتعود ان انت اللي جايب المشاكل وانت اللي جايب الحلول ومفيش حاجه هتتعمل، فلو الناس لسه مش متعوده تتكلم اديهم فرصه يتكلموا حتى لو الدنيا هتوه. ممكن مع الوقت نلاقي ان احنا بنتكلم في حاجات، لو لقيت ان انت مع الوقت بنضيع وقت وما نحلش مشاكلنا الاساسيه، طب نقول طب احنا هنتكلم على مشكله واحده
سواء بقى هي اكبر مشكله واضحه لنا، او سواء هي ان احنا هنقول والله يا جماعه عندنا ثلاث اربع مشاكل ممكن ناخد واحده منهم بس وهي نتكلم فيها، على حسب يعني الوقت وعلى حسب التيم وعلى حسب الرغي بياخد قد ايه وعلى حسب بنتخانق ولا بنتخانقش، حاجات كتير كده. كل ده هتاخده باي اكسبيرينس، ما يعني مش عارف اشرح كل ده في سيشن ساعتين، بس انا بديكوا امثله ايه اللي ممكن يحصل، بوريكوا الدنيا ممكن تتغير ازاي. طبعا هو علشان الرال يعني ما فيهوش واحد اتنين تلاته اربعه، كل واحد بيبقى ليه طريقته، خصوصا ان هو معتمد كتير قوي على البيرسونال سكيلز. الحاجات الاساسيه ان انت الناس تبقى سيف ان هي تتكلم، والناس تبقى سيف ان هي تشتغل مع بعض وكده. بس ايه بقى التفاصيل اللي انت هتعملها دي؟ انا ما اقدرش اقول ان هي فيها صح وغلط، هي فيها اكسبيرينسز، والله انا جربت دي ونفعت معايا كذا، ما جربتش دي ونفعت معايا كذا، وهكذا. تمام، خلص الريترو. المهم ان الريترو يطلع باكشنز، واكشنز على ناس، واكشنز ينفع تتنفذ، ونبدا ان احنا نشتغل عليها وهكذا، ونراجعها الريترو الجاي وكده. ده مثلا دي سبرنت. تمام، سبرنت اسبوعين من حياه السكرام ماستر. انا كده والله شطوره، خلصت في ميعادي بالظبط، خلصت السبرنت دي وتقريبا خلصت شرح. عندي نقطة أخيرة حابة إن أنا أتكلم فيها، أنا شايفاها فرقت معايا وحابة إن أنا أتكلم مع الناس. طب هو السكرام ماستر المفروض يبقى عارف إيه؟ المفروض يبقى جاي من تكنيكال باك جراوند، ولا المفروض إن هو يبقى جاي من مانجمنت باك جراوند، ولا هو البروجكت مانجر، ولا هو التيم ليدر، ولا هو يبقى جاي منين؟ يعني ايه احسن حد يبقى السكرام ماستر؟ الحقيقه هي ما فيش حاجه من دول صح. الفكره كلها ان انت بتحاول ان انت زي ما منى قالت تبقى اوير ان الباك جراوند بتاعتك دي تاثر عليك ازاي وانت بتشتغل. تمام، دي اول نقطه. فانت تحاول ان انت تبقى عارف الدور الجديد بتاعك وتحاول تركب عليه وتخلي الباك جراوند بتاعتك دي نوليدج. بس انا ماي اكسبيرينس، انا كنت جايه من تكنيكال باك جراوند، فرقت معايا في ايه؟ فرقت معايا ان انا كنت فاهمه الناس دي بتشتغل ازاي، كنت مكانهم في يوم من الايام، انا كنت ديفلوبر في يوم من الايام، وعارفه الضغط اللي بيمر بيه، وعارفه ان هو بيبقى مش طايق نفسه لما تطلع له باج، وعارفه ان هو بيسهر ساعه ريليز وبيبقى مش شايف قدامه وممكن يغلط، عارفه ان هو مش هيعرف يدي استمت. ما انا كنت ديفلوبر ما كنتش بعرف ادي استمت عادي يعني. تمام، فانا اكتر حاجه فادتني التكنيكال باك جراوند دي ان انا كنت عارفه الناس دي بتمر بايه. كمان علشان انا كنت اشتغلت، يعني انا كنت اشتغلت 10 سنين قبل ما ابقى سكرام ماستر، فكنت اتليست عارفه شويه التيسترز بيشتغلوا ازاي وبيفكروا ازاي، لان بقى لي 10 سنين بتعامل مع الناس دي، كنت عارفه شويه البروجكت مانجرز او المانجمنت بيفكروا ازاي وهكذا. ده يجيبنا نقطه مهمه قوي انا شايفه ان هي محتاجه السكرام ماسترز ياخدوا بالها منها، واعتقد ان هي ما بتبقاش يعني موجوده، فكره ان انت محتاج تبقى عارف عن ايه، محتاج تبقى عارف حاجه عن كل حاجه، محتاج تبقى عارف كل واحد ستيك هولدر انت بتتعامل معاه سواء هو جوه التيم بتاعك او هو من المانجمنت، محتاج تبقى فاهم الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. فاهم بس، قريت بقى ارتكل، حضرت ويبينار، بس قاعد مع الناس دي وبتحاول تفهم هما بيفكروا ازاي، الضغوطات اللي بيمروا فيها. ليه بقى احنا بنعمل كده؟ علشان ده هيساعدك ان انت اولا تتدكت المشاكل او تبقى عارف الدنيا ممكن تبوظ فين، هيساعدك ان انت مش هقول تقترح حلول، بس هيساعدك ان انت تبقى عارف ايه الحلول المقترحه. يعني انا بحب لما بشوف مشكله ابقى عارفه ايه الحلول المقترحه، حتى لو دخلت هي تكنيكال مثلا. انا بقالي اعتقد 6 سنين أو 8 سنين ما بكتبش كود، تمام، حتى لو هي مشكله تكنيكال انا بدخل اكتب على جوجل هاو تو كذا كذا كذا، انا عارفه ان انا مش هجيب حل، انا مش هفرصهم على حل، بس اتليست يعني ما بقاش قاعده كده مش فاهمه حاجه، ابقى في يعني قادره اتحاور مع الناس. ده انا لقيته بيفرق معايا، ان هو بيبني ثقه بينك وبين اللي قدامك، ان هو يحس ان انت فاهمه وان انت فاهم هو بيتكلم على ايه، مش حاسس ان انت حد جاي له من اخر الدنيا مش فاهم اي حاجه وماسك له العصايه وبتقول له تعالى احضر استنى. بالعكس، لما بتبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه بيفرق قوي، خصوصا لما بتبقى بادئ مع التيم. بيساعدك ان انت تبقى فاهم الصح والغلط ايه في الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي، وتبقى فاهم اللي قدامك. ودي نقطه مهمه قوي، ان انت تقدر تحط نفسك مكان اللي قدامك، تبقى فاهم الضغوط اللي بيمر بيها، فاهم هو بيفكر ازاي. الديفلوبرز بيفكروا بشكل كود وده شغلتهم وطول حياتهم، فهو 1+1=2.
الناس بتوع البيزنس دايما عليهم ضغط بيزنس ودايما عليهم ضغط الفلوس، ولو مدير فهو عليه ضغط المرتبات، فهو بالنسبة له الحتة دي هي اللي دايما بتحفز قراراته، او هي دي اللي بتأثر على قراراته. انت مهم تبقى فاهم ده عشان تبقى تعرف تتعامل مع الناس. جزء من ان انت الايموشنال انتليجنس بتاعك هو الامباثي، ان انت تعرف تتعاطف مع اللي قدامك وتحط نفسك مكانه. فمهم تبقى فاهم طبيعة اللي انت بتعمله ايه، وطبيعة اللي قدامك بيعمل ايه. انا شفت ان ده ساعدني كتير، ده ممكن ما يبقاش حاجة ستاندرد خالص، ده ماي بيرسونال اكسبيرينس، بس انا شفت ان ده ساعدني كتير. انا خدته ذا هارد واي، انا خدته عشان كنت ديفلوبر، قعدت 10 سنين اشتغلت مع تيسترز. بس مش لازم تقعدوا يا جماعه 10 سنين تشتغلوا ديفلوبرز وتيسترز عشان تبقوا سكرام ماستر. في ناس كتير ممكن تاخد الرول ده من حتت مختلفه، يعني تبداوا بدايات مختلفه عن بدايتي. بس انا اللي فرق معايا ايه، فرق معايا انا كنت قادره افهم واحط نفسي مكان الناس وعارفه ايه اللي بيحصل، فعندي اويرنس باللي بيحصل. بس برضو نرجع هنا تاني، مش معنى ان انت رحت قريت كلمتين تكنيكال انت تيجي تتنطط على الناس بيهم زي ما منى كانت بتقول. انت بس بتحاول تفهم علشان تبقى قاعد فاهم اللي حواليك، الدنيا حواليك ماشيه ازاي، تبقى شايف اتليست، تبقى شايف الناس اللي معاك هل هم، يعني انت ممكن بشويه قرايه بس قريت ثلاث اربع مقالات تبقى فاهم الاتجاه الصح والاتجاه الغلط، هم فاهمين بيتكلموا في ايه ولا بيقولوا اي حاجه، هم فاهمين هيجربوا ايه ولا لا. ده لا يمنع ان انت برضو ستيل محافظ على الريسبكت بتاعك للتيم، ومحافظ ان انت السيفتي بتاعتهم وكل حاجه. هي طبعا البالانس صعب، ممكن اكون انا اخدت بالي من الحته دي متاخر شويه، بس البالانس صعب ان انت خلي بالك ان انت بتفهم علشان انت تفهم مش عشان تحكم على غيرك. يعني جزء من الحاجات اللي بتهد الداينامكس بين الناس ان احنا نبقى جادجمنتال، واول واحد ما ينفعش يبقى جادجمنتال هو انت، لان انت المفروض تساعد الناس انها اصلا تبقى جادجمنتال. تمام، فانت بتفهم عشان تفهم، بتفهم ايفن حتى اوت اوف كيوريوسيتي، انا عايز افهم السراوندنجز بتاعتي ايه علشان اعرف ابقى مور افكتيف فيها. ده طبيعي جدا. وعلى فكره موضوع ان تي شيب سكيلز او تي شيب نوليدج ده مش بس على قد السكرام ماستر، ده على كل حاجه. لو البرودكت اونر بيفهم التكنيكال شويه هتلاقيه من غير برضو ما يتنطط على الناس، هتلاقيه عارف الناس دي بتعمل ايه فيعرف يتعاون معاهم احسن. لو الديفلوبرز بيعرفوا يحطوا نفسهم مكان الناس البيزنس وبيبقوا عارفين اول كلاينت عايز دي ومش عايز دي، هتلاقيه افكتيف اصلا ان ديفلوب. فهي مش حق يعني الكونسبت ده نفسه مهم ان انا ابقى فاهمه الدنيا حواليا فيها ايه، البيزنس نوليدج والدومين نوليدج والحته دي كلها عشان ابقى تو بي مور افكتيف. ده ابلايز على كل الناس اند ابلايز عليك انت كسكرام ماستر. تمام، دي نقطه بس حبيت ان انا اتكلم فيها. انت تقدر تبدا من إيه؟ انت تقدر تبدا من اي حته. محتاج سكيلز ايه؟ محتاج تبقى فاهم الدنيا حواليك ماشيه ازاي، تبقى اقرا اتعلم احضر ويبينارز، مش هتخسر حاجه. يعني في الاخر في حاجات انت ممكن تقراها وتتعلمها في ساعتين، وفي حاجات انت محتاج بقى ديب فيها. ايه الحاجات اللي انا محتاج ديب فيها؟ سايكولوجي، معلش يعني بروجكت مانجمنت، فاسيليتيشن. الحاجات دي هتفيدك في ايه؟ انت مش هتبقى بروجكت مانجر بس هتبقى عندك تولز تعرف تمانج بيها الدنيا، تبقى عندك حاجه تقترحها على الناس لما يبقى الدنيا ملخبطه كده. وجيرا مثلا عايزين نستخدم جيرا، فتروح انت محتاج بقى تبقى انت اكسبرت بتاع جيرا عشان الناس تعرف ترجع لك لما يبقى في مشكله، تعرف تنظم لهم الدنيا، تعرف تبقى بيئه باتر فاسيليتيتور. محتاج تبقى فاهم فاسيليتيشن كويس، محتاج تبقى فاهم الحاجات دي بقى ديب وتعملها بايديك، تجرب حاجه في الثانيه في الثالثه وهكذا. انا كده خلصت، حبيتش ان هو يبقى فيه شرح كتير. حابه اسيب شويه منى وسلمى يتكلموا، وبعد كده يبقى عندنا وقت حلو للاسئله، لان اعتقد ان الناس ممكن تكون جربت وبرضه مش فاهمه يعني اللي هو ايه، طب انا ماشي كده صح ولا غلط. فمين جاهز يبدا؟ تمام، انا كنت حضرت كده كام بوينت ممكن. انا شفت ورقه بس ما تنساش. لو هنرجع للاول خالص النقطه بتاعت الفورمينج والنورمينج بتاع التيم او كده، ممكن بس لو هتشيري معانا بس نفس السكرين تاني. ما عنديش فكره اذا كانت هي لسه موجوده ولا لا. غالبا اتمسحت. طب هي اول يعني بس في عايزه اقول لك تاني، مش مشكله. لا مش مشكلة، هو أنا بس كنت عايز أربط ما بينها وما بين نقطة شوية. طب الحمد لله. إن إحنا شوية في الفترة بتاعت الفورمينج والستورمينج في كل فيز بيعدي بيها التيم، زي ما أنت قلتي إن هو إحنا يعني وظيفة السكرام ماستر أو دوره بيقل أو بيزيد في أوقات معينة.
شوية برضو جملة كده بتتقال وبتتكرر في كذا article أو كذا كتاب، حتة إن هو the scrum master wears multiple hats يعني. فشوية برضو جزء من السيلف اويرنس بتاعي ان انا ممكن اريلايز ان انا في انهي مرحلة. يعني ساعات كتير انا كسكرام ماستر بخش على تيم بيبقى هم بقالهم مثلا كذا سنة بيشتغلوا مع بعض، فهم في مرحلة النورمينج بقالهم فترة، او في مرحلة الستورمينج بقالهم فترة، وانا جاية عليهم جديدة عايزة اصلا اديتكت هم في انهي مرحلة. فلو اتكلمنا ان هو تيم جديد وانا معاهم جديده برضو، ممكن غالبا مرحله الفورمنج يبقى السكرام ماستر شويه بيقوم بدور التيتشنج، يعني هو بيبقى لابس الهات بتاعت التيتشر اكتر. ده بسبب ايه؟ بسبب ان ساعات الناس اصلا في التيم ما بيبقوش عارفين السكرام ماستر وظيفته ايه، بيعمل ايه، وبيبقى في مسكونسبشنز كتير الرولز والريسبونسابيلتيز بتاعت كل حد فينا في التيم ايه. فشوية في فترة الفورمينج بيساعد إن إحنا يبقى فيه شوية تيتشنج، أنا هعمل إيه، بنسيت الإكسبكتيشنز شوية علشان برضو فترة الستورمينج ديت ما تطولش، يعني اللي بعد كده ما يطولش. شوية في البرفورمينج والنورمينج بحس إن إحنا فعلا الفاسيليتيشن بيقل، اللي هو الهات بتاعة الفاسيليتيتور بتقل، وبيبقى شوية بقى فيه جزء الكوتشنج بقى، إن أنا إزاي نبقى more productive أو نحافظ على المستوى الكويس اللي احنا وصلنا له في الفيس بتاعة ال performance. فشوية هو أنا خلاص هم بيبقوا mature enough إن هم فعلا يقدروا يفاسيليتيتوا meetings كتير، أو ما عادش فيه conflicts كتير، عدينا المراحل الصعبة دي كلها. فشوية بيبقى عند ال scrum master room إن هو يكوتش بقى. دي أول نقطة. نقطة برضو يعني احنا اتكلمنا فيها في الآخر شوية، الجزء بتاع ان المانجمنت، او شوية ان ساعات بيبقى في بعض الشركات ما بيبقاش فيه استعداد شوية ان انا يبقى ليا authority او كده. على الأقل أقل حاجة إن إحنا نحاول نست expectations من الأول مع المانجمنت. يعني ساعات كتير لو شركة جديدة بتعمل شيفتنج أول مرة للأجايل، بيبقى متوقع اللي هو إيه من أول سبرنت، إيه يا جماعة ما أنتوا بقيتوا أجايل، فين بقى الدليفريز السريعة وفين البرفورمانس الواو. فشوية برضو بحس إن هو دور من أدوار السكرام ماستر إن هو يست expectations سواء مع التيم أو مع المانجمنت، ان احنا في المراحل دي احنا عندنا الاربع مراحل دي هنعدي عليها، لسه في تشالنجز هنقابلها، هنشتغل على نفسنا. فشويه حته سيتنج الاكسبكتيشنز او يعني في حد بيقول فعلا من اول سبرنت عايزنا نفت، هو حته سيتنج الاكسبكتيشنز، وان هو يبقى حتى المانجمنت اوير ان احنا اي تيم بيعدي عليه الاربع مراحل دي، وطبيعي ما دام في ليت ديليفريز وطبيعي ما دام في مشاكل يبقى احنا لسه في اول اتنين اللي هم اصعب اتنين يعتبر يعني. فشويه ده بيساعد حتى لو انا ماليش اوثوريتي جامده، بس على الاقل هو مش متوقع مني 100% من اول سبرنت ده هيهدي المشاكل شويه. برضو مع التيم بالذات في الريترو برضو ممكن في اول سبرنت زي ما منى قالت برضو ان هو بيبقى فيه مشاكل كتير او فيه ازمات كتير، انا ممكن فعلا يعني نتفق مع بعض هي مشكله واحده اللي نحاول نحلها السبرنت دي، وبرضو اوصل لهم ان مثلا لو في 2% progress او في 1% progress حتى، بدام it's still a progress، فيبقى بالنسبه لهم ايه احنا بنحاول على قد ما نقدر واحده واحده بالتدريج، ويعني نحسن من نفسنا. جزء برضو مهم في الريترو شويه علشان هو واخد سمعه وحشه عند ناس كتير ان هو ده الميتنج اللي بيحصل فيه خناقات كتير، ان هو برضو there is a room for celebration. يعني ان الريترو زي ما احنا بنتكلم فيه عن الكونفليكتس او في what went wrong، هو فيه المفروض 50% منه برضو بنتكلم عن what went well. فشوية برضو ساعات الواحد لما بيبقى عنده مشاكل كتير ما بيركزش في الحلو اللي حصل طول السبرنت، وممكن يكون في حاجات كتير كويسة حاصلة هم عشان في قلب المعمعة ومعكوكين في الكودينج وفي المشاكل وكده مش واخدين بالهم منها. بس انا ممكن انا برضو عشان واخدة ستيب شوية فيها، يعني شايفة الموضوع from a big picture شوية، فشايفة لا ان في تحسن في نقطة معينة، فحب ان انا هايلايتد، فالناس برضو تبقى متحمسة للريترو، مش حاسين ان هم داخلين على مشاكل بس او يعني خناقات بس.
النقطة برضو اللي احنا كنت انا قلتها، ان انا احاول ان انا ابقى نيوترال، او احاول ان انا ابقى ما ادهمش. هما برضو احنا بنحاول نوصل للسيلف اورجانيزنج تيم، يعني اسيبهم فعلا هما they are the decision makers as long as ان هما they don't violate الرول الفاليوز والبرنسبلز بتاعت الاجايل. يعني برضو ساعات كتير يعني في حاجات كتير فعلا هم لازم ياخدوا الديسيجن فيها، بس مثلا ممكن يبقى تيم هو قرر مثلا لا انا شايفين ان احنا مثلا السبرنت دي هنخليها 3 اسابيع، او لا احنا هنأجل السبرنت بلاننج يومين 3. هي ساعات بيتحطوا في نقطة كده ان هم they are going to violate some of the rules، او some of the rules اللي احنا اتفقنا عليها internally، فساعتها هضطر ان انا ما بقاش نيوترال، بقى اقول لهم لا مش هينفع حاجه زي كده، واوريهم الفاليو بتاعت النقطه دي. هو كل ما الناس عارفه الفاليو ورا اي حاجه احنا بنعملها، كل ما تقبلهم للموضوع بيبقى احسن بكتير. فما احطش assumptions ان الناس عارفه كل حاجه، احاول اتيتش them واوريهم الفاليو ورا كل حاجه. ده بيوصلنا ان احنا نبرفورم احسن مع الوقت. وجزء الامباثي مهم جدا برضو، ان هو مش ريم، انا شرط معلش قبل ما نرجع للامباثي، انا الحته دي حلوه واحنا بنقابلها كتير اللي ساعات هي فعلا، فكره ان الناس مش بتفايوليت حاجه في الاجايل ساعات بتحصل كتير قوي في مواقع مختلفه، ساعات بيفايوليتوا حاجه قد كده، ساعات بيبقوا بيدمروا الدنيا وانا ساعات بسيبهم يعملوا ده، بس برجع تاني اقول لهم ايه الريزلت بتاعته بتبان، برجع تاني بقى بالظبط. ان ذا نكست ريترو في اللي بعدها في اللي بعده. طب يا جماعه على فكره احنا مش عارفين نقيس فيلوسيتي ليه، ما انتوا مش ملتزمين بوقت السبرنت يا جماعه، اعمل لكم ايه؟ طيب يمكن انا كمان عشان معظم الوقت ببقى اكسترنال، باجي مثلا يوم يومين في الاسبوع ولا حاجه، فاللي هو بروح بلاقيهم رجعوا كده عكوا خدوا وعملوا اللي القرار عملوه اوريدي. اخذوا القرار وعملوا اللي هم عايزينه. ايوه طب يا جماعه، بس لازم يعني انا شايفه ان هنا ساعات لو قدرت تقنعهم بالفاليو تمام، ساعات بتبقي مش يعني هم خلاص عايزين يجربوا، مهم قوي ان انت تقولي لهم بس خلي بالكم يا جماعه ده غلط عشان كذا كذا كذا، اتس يور كول، بس ده غلط عشان 1 2 3 4. يعني انا ساعات بلجأ لده على حسب برضو التيم وعلى حسب، يعني صح، هي للاسف كل حاجه بالسنس ما فيهاش. هي فيها جزء سنس جامد، وهو ما فيهاش صح وغلط، بس هو لا يعني برضو حتة لو انا انترنال، وزي النقطة اللي كان برضو سارة في الكومنتس قالتها، ان هو هم ساعات فعلا ما بيبقوش مدينا فرصة ومتوقعين ريزلتس من اول سبرنت. فساعات لما احنا بنبقى كلنا تيم انترنال بما فيهم السكرام ماستر، وي كانت افورد تو لوز ذا سبرنت علشان هم صح خدوا تسليم غلط خالص. فهي فعلا هي بالسنس ساعات انا شايفه ان احنا عندنا وقت، والمانجمنت مديني اوثوريتي كفايه ان انا اسيبهم يجربوا، يعني في ترايل ايرور وفيل ونشوف نتيجه الفيلير ديت، هياخدوا القرار احسن للسبرنت اللي بعدها تمام. بس ساعات برضو بنتحط في وضع ان هو ايه، المانجمنت مش اون بورد قوي، او هم دي عايزين نقطة مهمة قوي على فكرة، ده part of reasoning. وساعات أنا فعلا أنا برضو ساعات على الناحية التانية بقول لهم لا يا جماعة احنا لازم نعمل كده، عشان لو ما عملناش كده مش هنعرف نسلم، واحنا لازم نسلم خلاص كمان شهر، فيا جماعة معلش يعني اللي هو ايه. فساعات برضو بتبقى ان هي على الناحية التانية انت عندك حق، المانجمنت برضو لو احنا يا جماعة على فكرة احنا we can't afford ان احنا lose sprint في غلطة زي دي، وانا بقول لكم ان هي غلط، فلا خلونا نعمل ده. فبرضه يعني هي في حته ان انا احاول برضه ان انا يعني هم يبقوا الـ يعني سيلف اورجانيزد وكل حاجه، بس ساعات برضه الفيوليشن بيعمل خطر. يعني مثلا على سبيل المثال الحته بتاعت ان انا لو هزقهم زي ما انت حكيتي كده في الاول، انا بشدهم عشان يحضروا الستاند اب، جزء من اللي بيخليهم يعرفوا فايده الستاند اب ان الفاليو وراه ايه، ان احنا بنحاول نبقى aligned، بنحاول نبقى عارفين الستيتس بتاع بعض، نبقى aligned. لو مثلا ممكن انا شويه during the sprint مثلا، مثلا لو يومين ثلاثه في حد بيتاخر، يعني مش هيشوفوا فاليو ان هم مثلا ايه ده اتفاجئوا ان هو خد تاسك وبدأ فيها وما يعرفوش حاجه او بالظبط كده. كده، ساعات بيبقى لا الغلط بالمثال يا جماعه عملنا كده. بالظبط. يعني انا مره تيم عمل معايا كده، انا ساعتها كنت اكسترنال، كنت بروح لهم قليل ولقيتهم برضو ايه، قالوا احنا بطلنا الستاند اب، بطلتوا الستاند اب ليه يا جماعه؟ الستاند اب فاليو بتاعته كذا كذا كذا. فقال لك لا ما احنا قاعدين مع بعض طول النهار في نفس الاوضه، ما عندناش مشكله.
بعدها بسبرنت لقيتهم بيقولوا لي بس احنا مش الايند واحنا الدنيا باظت ومش عارف ايه. قلت لهم طب يا جماعه ما تعملوا الستاند اب. قال لي احنا قاعدين مع بعض. قلت لهم يا جماعه مش لازم ابقى انا مركزه طول الوقت ايه التاسكات اللي بتتقال قدامي، انا مركزه في شغلي، فمحتاجين ان احنا لا يعني ساعات بيبقى في امثله كده، ودي حاجه مهمه السكرام ماستر برضو يعملها. انت مش هدفك تغلطهم على فكره، انت هدفك تفهمهم بس ان انت تبقى بتسجل ايه اللي بيحصل، او مش بتسجل مش لازم تكتب يعني، بس تبقى عارف ايه اللي بيحصل حواليك وتريليت دي مشكلتها ايه علشان تشوف البراكتس اللي هينفعك. ان هو back yourself with evidence بيساعد برضو، ان هو يعني ايه مثال حي قدامنا، مثلا ان احنا لما ما عملناش الستاند اب سبرنت كامله الناس تاهت، بقى في ناس في التيم مش عارفين ان احنا عملنا ايه او خلصنا ايه او كده، او ايه بتسال استنى او كل بيبقى يوم. ما عدا اليوم اللي هو بيبقى فيه السبرنت بلاننج دوت. يعني ممكن احنا اوريدي هنبدا سبرنت جديده assuming ان احنا خلصنا كل حاجه، فممكن يعني ساعات ما بنعملوش في يوم السبرنت بلاننج يعني. بس فالنقطة ديت ان هو يعني يبقى فيه شوية evidence كده. هو فكرة ان هو كل ما كان برضو في الاول during the forming ان احنا شوية احنا تيم واحد، والبزنس سايد دوت يعني اللي هو تحاولي توصلي وجهات النظر ببعض شوية، اللي هو مثلا البزنس سايد ده جزء من التيم، البرودكت اونر ده جزء من التيم، كيو سي جزء من التيم، الديفلوبرز كلهم حتة ان هو طبيعي جدا ان احنا مثلا بنستمت حاجة وممكن نري اساين ونري شفل التاسكس على بعض، بحيث ان احنا البرودكت والكيو سي والديفلوبرز هم كلهم احنا في مركب واحده وعندنا جول واحد ان احنا مثلا نديليفر في اخر السبرنت الستوريز اللي احنا اتفقنا عليها، دي نقطة مهمة برضو يا منى، فكرة احنا حته سيتنج جول. setting the goal وان احنا كلنا بنشتغل مع بعض، دي culture انت محتاج تبدأ تحطها في التيم. وممكن يبقى يعني شغلك ان انت بس مجرد ان انت قاعد مع الناس بتشوفهم، هو لما بيخلص الشغل بيسلموا للي وراه ولا بيخلص يقعد ساكت؟ صح، أنا ده انت مستني بتديتكت ان انت عن ايه، انت قاعد، لو انت قاعد بتشوف حاجة زي كده انت بتشوف لا ده عندي مشكلة، الناس مش بتتعاون مع بعض، فابدأ ازاي اخليهم يتعاونوا مع بعض. علشان حتى فينا ناس كتير، ان هو في ناس كتير عندها فكرة زمان خالص، حتى كان ممكن في شركات هي different floors، يعني هو ممكن يبقى اصلا ال QC ده عمره ما شاف ال developer اللي شغال معاه اساسا، او حتى واحنا هنا دلوقتي يعني اغلب في ناس كتير شغالة from home او remotely او كده، اللي هو لا ال communication عليه عامل كبير، ان انا فعلا لو خلصت حاجة ما اقعدش ايدل، ما استناش حد يزن عليا. الموضوع ده لو محطوط له شوية يعني standards من during the forming phase بيساعد كتير ان احنا نوصل للnorming والperforming اسرع. طيب كملي منى، كنت بتقولي على حاجة عن الـ empathy. يعني نقطة برضو اللي هو بتاع ان انا مثلا ممكن ابقى مش subject matter expert او ما عنديش technical background او كده، هو جزء كبير من الموضوع هو related بالـ empathy شوية، ان انا فعلا انا يعني انا مش ممكن اكون اشتغلت الشغلانه ديت وما عنديش فعلا تكنيكال باك جراوند، او عمري ما اشتغلت بايدي الجزء بتاع البيزنس او التستنج او وات ايفر، بس لازم يبقى فيه امباثي، يعني ان هو احاول يعني اشوف اللي حواليا دول، هو احنا ما فيش حد قاصد ان هو يتدلع او قاصد ان هو يوقع التيم او كده، بس اكيد في جزء يعني حاجه ضغطت عليه، especially لو حد فعلا with evidence ال performance بتاعه اغلب الوقت كويس، زي المثال اللي انت قلتيه بتاع المهندس اللي خد tasks اكتر، فال performance بتاعه قل في البوكس، فهي حاجه زي كده برضو ممكن شويه كانت تبقى detectable من بدري من قبل ما نوصل للريترو، لو التيم عنده شويه الفكر بتاع ال empathy ده، ان هو يعني ما هم يعني ممكن يكونوا اوير ان دخل له رول جديد او بقى ريسبونسبل على حاجه جديده، فده هتاثر على البرفورمانس بتاعه، فشويه برضو كل ما بتزيد الامباثي ما بيننا وبين بعض وكل واحد يعني حاسس بغيره وبيعمله، ده هيقلل المشاكل، هيبقى فيه less judgment، يعني ما يبقاش بقى اللي هو شفت وطلعوا لي بوجز وانا محطوط عليا وكتير وانا اللي هقعد افكس البوجز وهم بيتدلعوا، لا بقى بقينا حاسين ببعض اكتر يعني، فبقى في less judgment. بس دي البوينتس اللي انا يعني ايه
شوية جمعتها وبس كده. سلمى. شوفي واضح سامعيني؟ تمام. اوكي. هو طبعا يعني كل اللي تقل انا ممكن اقوله بطريقه تانية في حته، يعني احنا بنعمل ايه او انا بعمل ايه في الديلي تاسكس بتاعتي. غالبا كل يوم بيبقى فيه زي ديلي تاسكس كده او تشيكس، اطمن ان في حاجات، في مشكله ممكن نحلها شورت تيرم مثلا في الريترو، بس انا عارفه ان المشكله دي ليها روت كوزز تانية، فانا ممكن في الفري تايم وذين الديلي تشيكس بتاعتي اشتغل على المشكله ديت كلونج تيرم سولوشنز. انا ممكن انتروديوس اللونج تيرم سولوشنز ديت للتيم، ازاي يبقى عندنا كذا اوبشن، ازاي نحل المشكله ديت من الروت كوزز بتاعتها، بس واحده واحده. يعني احنا مش لازم، لو انا شايفه مشكله كبيره وانا عارفه ان هي هتاثر علينا قدام ان انا احلها دلوقتي، ممكن افكر في كذا سولوشن وانتروديوس للتيم واحده واحده قدام، مثلا في ريترو، مثلا في سبرنت، يعني بلاننج لو دوت حاجه ممكن نتكلم فيها، انه ايه رايكم طيب نجرب السبرنت بلاننج بطريقه جديده، لو مثلا عندنا مشكله في البيزنس فلو ان البرودكت باكلوج مش دايما بتبقى جاهزه باحسن شكل، والتيم متعود ان احنا بنعمل سبرنت بلاننج بس. انا شايفه ان احنا لو عملنا رايتنج سيشن ممكن تساعدنا، بس تيم مش قابل فكره ان يبقى فيه ميتنجز كتير. ممكن نبقى نintroduce دوت قدام شويه لما التيم يبقى عنده ستيدي فلو، ان هم عارفين يطلعوا اوتبوت، فعايزين يا جماعه طب ممكن نطلع اوتبوت احسن من كده، احنا عندنا الكاباسيتي والكابيليتيز ان احنا نطلع اكتر من كده، بس عندنا مشكله في البيزنس، طب ايه رايكم نجيب هاند للبرودكت اونر لان احنا تيم واحد. يعني برضو فكره الكالتشر مايند سيت انه مش هو بيزنس واحنا ديفلوبر او هم تيستر واحنا تكنيكال بنديفلوب بس، لا ان احنا بنفكر از يونت واحده، دي بتفرق قوي، وبشوف ان هي من اكبر المشاكل اللي بتواجهني بيرسونلي، ان احنا نفكر از يونت واحده ازاي احنا عايزين نطلع احسن اوتبوت از تيم، مش بس از تيستر، مش بس از بزنس، مش بس از ديفلوبر، ازاي نطلع احسن اوتبوت عندنا ونماكسمايز الشغل بتاعنا از يونت واحده. لو احنا باصين على الجول دوت مع الوقت هنبقى سيلف اورجنايزنج تيم، و هنعرف نطلع مشاكل اكتر. يعني ممكن حد من التيم لما ابتدى يبقى عنده الكالتشر ديت ابتدى يروح اوريدي اون هيز فري تايم يتكلم مع البي او، يقول له طب ايه رايك، طب انا شايف كده في الديزاين كان ممكن نعمله كده، طب ايه رايك توريني الديزاين قبل ما تدخل بيه البلاننج، نفكر مع بعض. ممكن ساعتها لو عندهم الكالتشر دي هم بيفاسيليتيتوا الدنيا مع نفسهم لوحدهم، وانا فريندلي بيزس كده مع بعض، لان هم ابتدوا يفكروا از يونت واحده. فكره الامباثي ان الكالتشر، ان انا ما بقاش جاي من تكنيكال باك جراوند ده فاين، بس فكره فعلا الامباثي ان الواحد يحط نفسه مكان الشخص التاني، او حتى يروح يساله on a personal basis كده في الفري تايم، وهم بيشربوا قهوه بيتكلموا يدردش معاه، طب انت ايه المشاكل اللي بتواجهك دلوقتي، يحاول يطلع الناس اللي دايما ساكته ان هم يبتدوا يتكلموا، ان هم يبتدوا يحكوا. يعني مثال زي اللي منى قالته، كان ممكن الديفلوبر مش واخد باله ان هو جات له تاسكات جديده وان دوت هيأثر عليه. فكره السيفتي ان انا ريز فلاج في الستاند اب اللي هو يا جماعه خدوا بالكم انا عندي حاجات تانية، انا الاستمت بتاعي باظ او شغلي باظ عشان انا في حاجات تانية اتقادت عليا بعد السبرنت بلاننج، لان هي تعتبر حاجات تكنيكال، ف وي ديدنت ديسكاس قوي في السبرنت بلاننج. فكره ان التيم يبقى عنده السيلف اويرنس انه اي شود شير ماي بروبلم وذ ذا تيم، ممكن التيم يساعدني. دوت برضو من اهم البنفيتس بتاعت الستاند اب، ان مش بس نشير الستيتس، انا ممكن اشير الستيتس واللي هو يا جماعه انا عطلان كده، او انا ممكن ما اعرفش ابقى كونتريبيوتور كويس في التيم المره دي، مين ممكن يساعدني، مين ممكن يجيب مي هاند، او مين ممكن نفكر سوا مع بعض، ما يبقاش دايما بيفكر مع السكرام ماستر، ازاي يفكر مع التيم. يعني دي الحاجات اللي انا حسيت ان احنا ممكن نتكلم فيها بعد كلام منى ومنى، ان هم they covered everything. يعني واهم حاجه ان احنا نبقى observer. يعني انا بالنسبه لي مش لما بدخل على تيم جديد، عندي نقطة مهمة، انا بحاول دايما يعني اسيب التيم زي ما هو، ما بحاولش حتى لو انا شايفة فيه مشكلة، لو انا جديدة على التيم مش بتكلم فيها اول سبرنتين او ثلاثة حتى خمسة على حسب التيم والهيومن داينامكس اللي ما بين التيم، بحاول دايما ابقى اوبزرفر قبل ما اخد اكشن واتكلم، حتى لو انا عارفة ايه الاكشن اللي ممكن اعمله. ممكن مثلا التيم فيه بوتنشال كونفليكت ما بين اتنين،
مش لازم احله في ساعتها، ممكن ابقى اتكلم اراقب الدنيا كده وابقى اوبزرفنت واكلم كل واحد فيهم لوحده، افهم المشكله من كل واحد لوحده، وممكن ابقى اكونفرنت ذم مره تانية لما اكون فهمت المشكله صح. دي حاجه. ايه تاني ممكن الواحد يبقى اوبزرفنت فيه ويفيده؟ حته ان المانجمنت اكسبكتنج مننا حاجه معينه، وبيجوا يبوش على في السبرنت ريفيو مثلا او في السبرنت بلاننج، اذا انتوا داخلين بحاجات قليله ليه، او في السبرنت ريفيو انتوا ما طلعتوش حاجات كتيره ليه. دايما حاجه حلوه ان احنا ممكن ناخد التوك دوت مع المانجمنت على جنب، اكيد مش قدام التيم، لان مش دايما السكرام بيبقى عنده الفويس دوت او الاثوريتي ان هو يتكلم كده قدام التيم، ممكن ياخدها في ديسكشن على جنب، which I prefer. انا دايما بحاول اعمل كده، this is my personal experience يعني. بس لو لقيت ان في ليفل معين التيم هيبتدي السيفتي بتاعته تتهز، او ان هو شايف ان انا مش بروتكتور لي، لا انا ممكن اوقف الكلام. طب ليتس تيك ات اسايد، ممكن نتكلم في الحته دي بعدين، طب خلاص خلونا نقفل على كده. يعني احاول برضو اشغل التيم، انا مش بس جزء منكم، لا انا بحاول برضو ان انا ابقى بروتكتور ليكم، وان انا اي ابريشيت يور ورك، وعارفه ان احنا ممكن نعمل احسن من كده، وبديفند يو لما يكون في حد اكسبكتنج مننا اكتر من كده. واروح بقى اتكلم مع المانجمنت، او اروح اتكلم مع الشخص اللي اكسبكتنج مور، ان انا اسيت الاكسبكتيشنز بتاعته برضه بالاوبزرفنج، ان انا اشوف الهيومن داينامكس بتاعته، البيهيفير بتاعته، احط نفسي مكانه. ما هو الراجل دوت مش جاي عشان خاطر عايز مننا اكتر لمجرد انه عايز مننا اكتر، هو المسؤول عن البيزنس، هو اللي عايز يحس ان بالار او اي بتاعته. فاحنا ممكن نشوفهم الحاجات الباتل نيكس اللي عندنا اللي نخليها الحته دي عطلانه، فممكن حتى لما نوري له المشاكل بتاعتنا ممكن هو يدينا حلول، ممكن يقول لنا طب ما انا ممكن ازود لكم حد في التيم لو انتوا عندكم مشكله في الكباستي. طيب ما احنا ممكن ناخد سيشنز، ممكن ناخد كورسز لو التيم عنده مشكله في الحته دي، ممكن لو في سيشنز او كورسز ياخدوها تخليهم يمبروفوا الحته دي. حته الكواليتي، احنا ممكن نهاير تيم يساعدنا في الكواليتي. ففكره دايما الترانسبيرنسي، وان الانسان ما ياخدش الجادجمنت فيز على طول، او ان هو ياخد فكره البروتكشن على طول، لا احاول اوبزرف واحط نفسي مكان كل حد، ان احنا البس الهاتس بتاعت كل الناس وافكر من مكانه، واشوف انا ممكن اوصل له مشكلتي ازاي بطريقه هو يفهمها. يعني دي برضو مهمه، ان انا ممكن ابقى شايفه المشكله بس مش عارف اوصلها للي قدامي، ان انا مش يعني انا لازم لما اوصل حاجه او اكومينيكيت مع حد حاجه اتاكد ان هو فعلا فهمني صح. يعني دي برضو هتيجي يعني انا بشوفها ان هي بتيجي بالاوبزرفنت، ان الانسان يبقى فاهم الكاركتر اللي قدامه على قد ما يقدر يعني. بس مش عارفه لو اتكلمت كتير بصراحه. لا احنا كده حل. اوكي انا في نقطه اخيره حابه اتكلم فيها برضو، ممكن اشرح حته صغيره خالص وبعدين نفتح بقى المجال للاسئله، ولو حد تاني حابب ان هو يشير معاه الاكسبيرينس، لو عندنا سكرام ماستر انا ما اعرفوش هنا حابب يشير اكسبيرينس هيبقى عظيم. النقطه اللي كنت عايزه اتكلم فيها نقطه عشان بس ما نبقاش احنا لخبطنا الناس، لان هتلاقي كل واحد زي ما بيقولوا ايه، كل شيخ وليه طريقه. في نقطة مهمة قوي هنا في الحتة دي، فكرة الشو هاري دي مراحل التعلم، دي مراحل التعلم تقريبا من الفنون القتالية في اليابان باين او حاجة زي كده. الفكرة ان هي ايه، انت في الاول بتعمل الحاجة زي الستاندرد بتاعها بالظبط، انت لسه مش عارف ولسه ما عندكش الملكة ان انت تعرف الكلام ده كله او تعمل فيه حاجة او يعني تبدأ تجود يعني، فاعمل حاجة زي ما هي بالظبط. فاسيليتيتور يعني فاسيليتيتور، سبرنت يعني سبرنت، لا ما نلعبش، لا ما نغيرش، وهكذا. ده بالنسبه لك انت كسكرام ماستر، وبالنسبه للتيم بتاعك كمان. بس خلي بالك انت كسكرام ماستر ليك ستيت، بقالك قد ايه شغال سكرام ماستر، والتيم ليه ستيت مختلفه. انت ممكن تبقى انت اكسبيرينس داخل على ناس على ناس مختلفه، على ناس لسه جديده، ممكن يبقى العكس، او يعني عاده مش هتبقى العكس قوي، بس ممكن تبقى ان انت جديد مع ناس جديده. تمام، هنا احنا ممكن انت هنا هنا follow the rule، يعني ممكن اكتبها لكم كده، اتمنى ان انا الاقي مكان. follow the rule بتعمل حاجه زي ما هي، هنا break the rule، انت بدات يبقى عندك شويه تبقى عارف ايه اللي ينفعك، انت هاضم المايند سيت قوي وهاضم الدنيا قوي، بس ستيل يعني ايه قادر ان انت تبقى عارف ايه الروز اللي تنفعك وايه البراكتس اللي تنفعك وما تنفعكش، ممكن تتبدل بين البراكتس وهكذا. هنا انت يعني هاف يور اون رول. مش عايز يكتب ليه؟
انت هنا بتبقى اكسبرت ان انت ممكن تحط رول، انت ممكن تعمل حاجه جديده وممكن تشتغل على حاجه جديده. احنا عندنا مشكله هنا بشوفها احنا كمصريين بالذات، احنا عايزين نبدا بدي، which is ان ده مش صح. انت بتبص على الناس اللي بتعمل ده، طب الناس اللي بتعمل ده شغاله بقالها كتير وعندها اكسبيرينس وجربت حاجات كتير قوي، انت مش هينفع لا انت ولا التيم بتاعك تبداوا هنا. ابداوا هنا الاول وبعدين هتعرف تديتكت امتى تكسر الرول وامتى تبريك. ما تبداش من هنا. بشوف تيمز كتير عايزه تبدا ان هي تكستمايز الرول وتكستمايز الاجايل ونعمل لكم حاجه، احنا هنبدا احنا نكستمايز مع نفسنا. طب انت فاهم اصلا؟ طب هل انت عندك الاكسبيرينس الكفايه؟ هل انت هاضم المايند سيت لسه؟ طب انت عايز تكستمايز، غالبا بنوصل لحاجه معوقه، لا هي اجايل ولا هي تراديشنال ولا هي اي حاجه. والله لو هي شغاله معاك تمام، بس في الاخر دايما بيوصل لحاجه اللي هو ايه، احنا اشتغلنا اجايل وفشل. اعتقد بتبقى بسبب دي النقطه دي. ف هنا عشان كده ممكن تلاقي ان منى تقول لك لا بص خليك انت لازم تعمل كذا، نقول لها لا بصي منى انا بغير كذا. هي كل واحد وليه طريقته، بس في نفس الوقت لو انت لسه بتبدا از سكرام ماستر ابدا فولو ذا رول لحد ما تهضم الرول وتعرف هي اتعملت ليه وتهضم الفاليو بتاعتها فعلا، بعد كده تقدر تبدا في الحاجتين التانيين. تمام. دي حتى برضو حابه اقولها علشان ما نبقاش لخبطنا الناس لما بنقول لا والله يا جماعه احنا مش بنعمل كده، انا بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، انا بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وانا شايفه انا هاو تو بريك ذا رول. بس ممكن لو حد لسه في البدايه ما يبقاش ده احسن حاجه يعملها، علشان انت لسه مش شايف هي الدنيا باظت فين وتلاقيها باظت منك من كل حته. فدي نقطه برضو حبيت ان انا اتكلم فيها. اعتقد احنا ممكن نبدا بقى كده، يعني حد تاني حابب يشير معانا هيز اكسبيرينس؟ بس هتتناقش فيها على فكره، يعني هتلاقيني بقطعك زي ما بقطع منى وسلمى كده. فيعني هو حد حابب بقى ان هو اسئله بقى؟ سؤال يا مصطفى اتفضل، بس ممكن تفتح المايك بقى وتقول. ما اكيد طبعا هفتح المايك. اوكي. على راسي والله. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. ربكم خير. بص انا بس I have a question. هو هي دي هي بره الاجايل، بس انا كنت عايزه ميكس في عارفه شهري. ما انا كنت لسه هقدر ده احطها. ايوه اللي هو المثال اللي انت لسه قايلاه، هل هقدر ماشي احطها في ابروتش؟ بصي هو باختصار كده، انا المفروض اللي انا بعمل preparation لكورس هحطه على المنتور. اوكي تمام. وانا خدت الكورس اللي هو البي ماي اي سي بي. اوكي. وفي ابروتش جديد اسمه بومودورو، فانا عامل مثلا حاجه اسمها بومودورو وستريلو. فسؤالي بقى هنا ايه، هل اقدر احط الشهري تحت الكونتينوس امبروفمنت ولا كإكزامبل مثلا اللي انا اشرح مثلا على مش على الستيج، لما اجي اشرح از اوفلاين كورس اقول لهم الشهري بنمشي بمرحله التعلم، من اول حاجه بنعمل كذا، ثاني حاجه بنعمل كذا، ثالث حاجه اللي هي الابداع اللي هي. انا بس سؤالي هو كده، هل الشهري ده في مكانها الصحيح ولا لا؟ اعتقد نظريا يعني ممكن نكون محتاجين نبص على الدنيا كلها، بس نظريا انت كده بتتكلم تمام يعني. بس خلاص ثانك يو سو ماتش. شكرا. متهيألي ينفع عشان هي اصلا حاجه جايه من مارشال ارتس، يعني هي اساسا ككونسبت احنا واخدينه من حاجه رياضيه يعني في الالعاب القتاليه، واتخذت على التريننج. هي الميزه في الحاجات الرياضيه ان انت مش هتعرف تعمل، يعني مش هتعرف تعمل تبقى توصل للري، جسمك مش هيساعدك، يعني مش هنعرف ننط النطه اللي انا بقول عليها دي. يعني احنا ساعات بس هو احلى مثال في الموضوع ده اللي فهمه لي الصراحه الطبيخ، يعني هي برضو تنفع في الطبيخ، ان هو مفيش حد بيبقى يعني شيف شربيني من اول يوم طول. يعني بياخد وقت. فنفس الموضوع. انا كل الحكايه يا جماعه اللي الموضوع شهري، انا ليه انا دخلت مقاطعه كده تمام ولا اكمل؟ تمام على راسي. بصوا يا جماعه، انا كل القصه اللي هي بتاعت شهري انا عايز احطها ليه؟ عايز احطها انا اساسا لما شرحت الابروتش ده اللي هو بومودورو وستريلو، ما احتجتش اصلا ان انا اقول شهري، ولا احتجت اصلا ان انا اجيب الكونتينوس امبروفمنت ازل انا اظبط موضوع البروسيس اللي هي التوتال تايم والديلي تايم والكلام ده، ولا انا اطلع لايك البرسنتج وحسن من الموضوع اللي هو بتاع البروسيس في الكونتينوس امبروفمنت. بس كل الحكايه انا كنت حاططها از اكزامبل، او كنت بفكر ان احطها از اكزامبل
من ناحيه اللي قلتوه دلوقتي اللي هو لما بتقوى على الطبخ، اللي انا مثلا لما بدايه لما انا بعمل بومودورو، لما بعمل بومودورو مثلا لايك مثلا فور 1 ويك غير ال 2 ويكس غير ال 3 ويكس. اوكي. ومعلومه ليكم، بومودورو ده حاجه مش عارف انتوا عندكم نولج بيه ولا لا، حاجه في الاجايل اصلا اللي انا اكتشفته مؤخرا، هو دي عارفه انت ملمس في حته التايم بوكسينج. اوكي. هو كل القصه از بومودورو اللي انا في تاسك بحطه وبديله لايك مش استيميت تايم، بحط له تايم مثلا تايم بوكس، اللي هو ان انت بالزبط. يعني بالزبط. اللي انا اشتغلت بيها فكره ان انت يبقى عندك تاسك 25 دقيقه وخمس دقائق بالظبط. اكزاكتلي بالظبط. هو بالظبط. وانت يو كان اللي انت فروم يور اكسبيرينس اللي انت بتكستمايز تايم. يعني انا اكيد طبعا بعمل ايه ماي فيفورت تايم، ماي فيفورت تايم اللي هو اللي انا او ماي فيفورت بومودورو تكنيك اللي انا بحط ال 45 دقيقه، 45 دقيقه او 5 دقائق بريك، 45 دقيقه او 5 طيب. احنا هنا ممكن برضو يعني لو اتكلمنا على المثال ده ممكن يبقى بارت من الحاجات اللي سكرام ماستر يقترحها على الناس اللي هي اللي ممكن تكون بتوه شويه، يعني ما تحس ان هنا بقى ممكن يبقى زي ما كنت بقول ده مثال الاويرنس بتاعك عن التكنيكس المختلفه of time management and of project management ممكن يساعدك ان انت كسكرام ماستر يعني تقترح حاجات على الناس هم مش لازم ياخدوا بيها، بس هتلاقيهم مش عارفين، وانت ممكن تقول طب يا جماعه ما تجرب كذا والله جربها وعجبته ماشي، ما جربها وما عجبتوش هو حر يجرب حاجه تانية. يعني احنا مش بنفرض حاجه على الناس، بس لطيف من الحاجات دي ان احنا يعني ايه بتبقى انت يعني لما ناس تحتاس في المانجمنت دير تاسكس يرجعوا لك فيبقى عندك اللي تقوله، يعني ده برضو بيساعد على يبقى فيه ثقة. انت لا هتجبرهم على حاجة، انت بس هنا يعني ما اقدرش اقول عليها جزء التيتشر، ممكن تبقى جزء التيتشر زي ما مونا كانت بتقول جزء انت بتعلم الناس حاجة جديدة، بس في حاجات كده يعني هو الموضوع ما بيبقاش structured قوي، ففي حاجات كده اللي هو ايه اصلا مش عارف والله انا بتوه في موضوع تنظيم الوقت، لو عنده سيفتي كفاية تلاقيه بيقولها كده هو بيفضفض كده، انت بقى ممكن تاخد دي وتروح تبص طب ايه طرق تنظيم الوقت، طب برومودورو، طب لو في حاجه مثلا كورس زي ده نبدا نبص عليه وحاجات زي كده. يعني دي من الحاجات اللي السكرام ماستر بيعملها بيضيع فيها وقته، اللي هو ايه التكنيكس اللي انا محتاجه عشان اعمل اي حاجه في حياتي، او ممكن يكون تحت مسمى اللي انا از سكرام ماستر مثلا اللي انا زي ما انت قلتي بالظبط اللي انا اعمل لهم لايك مثلا ورك شوب اشرح لهم مثلا واقول لهم الموضوع رايح فين وجاي منين وجاي التجربه العمليه ازاي واجربهم واخليهم اللي هم يفولو ذا رول بس. فثانك يو سو ماتش. طيب مين تاني حابب يسال؟ ماشي. طيب قولي يا سوسن ايه الكويشنز على الستاند اب؟ صوتي واضح كده؟ تمام. تمام. هو أنا أول حاجة عندي سؤالين محتاجة يعني أعرف آراء حضراتكم عن البيست تكنيك أو الميثود اللي هتهندلوا بيها الديلي ستاند اب لما يبقى في حد من التيم بارت تايم او يعني بيشتغل مثلا بعد ساعه معينه. اوكي. السؤال الثاني، احنا يعني لو انا في شركه مثلا ستارت اب فيها عدد من التيم بتاعي اوريدي مثلا 3 منهم في مشروع، 2 تانيين في مشروع تاني، والديلي ستاند اب بيقولوا الستاتس او بيقولوا البروجريس بتاعهم لكل مشروع، ساعات بحس ان هو ان الشخص مثلا واحد فيهم بيحس ان الديلي ستاند اب مضيع للوقت طالما الثاني ده او شخص او تلات اشخاص منهم بيقولوا الستيتس بتاع البروجكت هو اساسا مش فيه. هو عنده حق. حظنك. اعملي اثنين ستاند اب. طب بالنسبه للبيست تكنيك او الميثود ان انا يعني اعرف البروجكت ستيتس بخصوص شخص اوريدي بارت تايم يعني شغال مثلا من 9 ل 4 في شركه وهو بيديني من بعد 4 مثلا 5 ساعات شغال معاكي في اساس السبرنت؟ يعني حتى ديفلوبر يعني ساعات بيعتمدوا على شغل او مثلا حاجه واقفه انا مستني الباشمهندس كذا يحلها لي. طب اقول لك على رايي، تزعليش مني، بلاش بارت تايم. بصي دايما هيبقى فيه ورك اراوند، مش يعني احنا لو بنتكلم، بصي لو انت محتاجه البارت تايمر ده في حاجه معينه يخلصها لك ويشتغلها لك وحاجه تعرفي تهندليها، تبقى انت عندك لود زياده عليكي وعلى التيم ان انت تهندلي الورك اراوند. لو بتفكري تبني تيم وتبني سيلف اورجانايزنج تيم وتشتغلي وحاجه لونج تيرم، بلاش بارت تايمر بالشكل ده.
لان هبني ازاي وهو مش عارف يتواصل، بيزك التواصل مع الناس مش موجود. صحيح. تمام. لو هو احنا يعني ممكن بقى اللي هي ليها اكسبشنز زي فكره مثلا ان احنا يبقى عندنا كور اورز وان احنا نحاول ان احنا يعني دايما يبقى في مثلا ساعتين ثلاثه بنقعد مع بعض والكلام ده كله، بس هي معوقه كبيره قوي، خصوصا ان مش كل التيم كده، ان هو اكسبشن يعني. عارفه مثلا لو ريموت تيم وشغالين في ديفرنت تايم زونز واحنا خلاص اتعودنا على كده ان احنا في طريقه ان احنا بنشير بيها كلنا مع بعض عشان كلنا مش في نفس المكان، هقول لك ممكن تمشي. وحتى دي طبعا بتبقى صعبه بس يعني هنحاول نمشيها. انما واحد اكسبشن عن التيم ولازم نقعد نجري وراه ولازم نقعد نعمل له سبيشال هاندلنج، مصدقيني ما يعني ما بحسش ان هي ورثت خالص، انليس بقى ان هو بيعمل حاجه محدش غيره بيعرف يعملها يعني. تمام، شكرا. دي نقطه مهمه بقى، ده برضو دور السكرام ماستر هنا ان هو يديتكت المشاكل دي ويرفعها للمانجمنت، ان هو يشوف احنا عندنا مشكله ان احنا عندنا اكسبشن في فلان، هو الولد عامل اللي عليه، ما بقولش ان هو وحش ولا اي حاجه، هو عامل اللي عليه بس دايما عامل لنا اكسبشن ودايما عاملين نجري وراه ودايما مش عارفين نخلص عشان عطلانين عليه. شورتر شيل انت الموضوع، هاتي حاولي تعملي الستاند اب في وقت هو يبقى عارفه، حاولي تجري وراه شويه، طب عملت، طب رحت، طب جيت ومش عارف ايه وبتاع، بس لازم يبقى المانجمنت عارفين ان اللونج تيرم ده مش هينفع. تبقى انت تبداي تتكتي ده وتبداي ان انت تتكلمي مع المانجمنت ان احنا محتاجين، ايوه يعني هنفضل في السيتويشن ده لحد امتى؟ طب ممكن لحد ما البروجكت ده يخلص وبعدين نشوف ازاي نجي، طب ممكن لحد ما نعين حد تاني، لا احنا هنفضل كده، طب خلي بالكم ان احنا لو هنفضل كده ساعات المانجمنت بتوصلي معاهم لديدلوك، طب لو هنفضل كده ده عليه كوست 1 2 3 4، كوست بيعطل الناس احيانا، بيعمل مش عارف ايه، طب تروحي وتيجي تاني تتكلمي معاهم بعد شهر يبقى معاكي مور ايفيدنس وهكذا. بس انت مشكلتنا المشكلتين اللي عندك حقيقيين وصح وكويس ان انت شايفاهم، كويس ان انت اوير بيهم، هما فعلا مشكلتين حقيقيين، فبارت ان انت تبقي اوير بالمشاكل ده اول حاجه كويسه يعني. الحمد لله. طيب اسامه انا عارفه انت عايزه تقولي حاجه بس نقطه مهمه برضو، اسمعي للناس يعني ايه، ما تاخديش لما واحد يجي يقول لك الستاند اب بيضيع وقت، ما تاخديش على نفسك ان الستاند اب ده ابني الصغير وازاي تقول على الستاند اب بيضيع وقت، اسمعي منه، هو غالبا هيبقى عنده حق، هيبقى غالبا في مشكله محتاجه تتحل. سلمى كنت عايز تقولي ايه؟ لا كنت بس عايز اقول ان الواحد حلو ان هو عارف المشكله بس فعلا المفروض يبقى بيدور على حلول، مش يروح يريز المشكله للمانجمنت بس، هو ممكن يفكر معاهم على حلول. فدي كانت بس النقطه، دي نقطه يعني. مهمه تانية برضو اللي هو غالبا المانجمنت مش عايزين حد يقعد يقول لهم مشاكلكم، طب نعمل ايه بقى؟ ممكن يعني يقول المشكله ويقول كام بروبوزد سولوشن، فده يهدي من فكره ان في مشكله بس. طيب ايه كمان؟ نروح ناخد بتاع صغير النهارده، احنا معانا ربع ساعه عامه يعني مش فاضل لنا وقت كتير. ممكن سؤال؟ اتفضل. طب دلوقتي لو السكرام ماستر محتاج يقعد مع المانجمنت بحيث ان هو يشوف الاستراتيجيه اللي في الشركه اللي محتاج يغيرها علشان خاطر هي الشركه تقدر تيمبلمنت الاجايل فور ستارت اب، ليتس سي ان الشركه بتبدا وبتحاول تيمبلمنت، بس المانجمنت بشكل عام وتفضلتي قلتي الكلام ده ان هم دايما محتاجين الحاجه، لا ده انت عملت اجايل خلاص دلوقتي يمبلمنت الاجايل خلاص، فاحنا دلوقتي احنا عايزين بروجريس 3 أضعاف، الكي بي اي هيعلى، البرودكتيفيتي المفروض تعلى، كل حاجه تعلى. هاو تو تيك ات تو ذم ان هو يسلو داون الاكسبكتيشن بتاعتهم وفي نفس الوقت هو يحمي التيم، لان ده جزئين، هو محتاج الاول يشتغل من تحت للليفل التيم للمانجمنت بحيث ان المانجمنت يقدر يشوف الاستراتيجي مع الوقت. حلو. دي هيقدر هو يمانجها ازاي از سكرام ماستر، وفي نفس الوقت الريزيستنس اللي هتكون عنده من فوق ومن تحت يبدا يفوكس على مين الاول، يبص على البريوريتي فين.
هل تحت للتيم على اساس ان هو in middle يعني او حتى لو التيم on the right side and the management at the left side بس يعني حتى as a mediator في الوقت ده هو هيمانجها ازاي. هو بص انا اقول لك على حاجه هي بتبقى برضو انت اول حاجه هي طبعا حاجه زي كده بتبقى case by case. اساسي ان انت الـ 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 يعني المانجمنت اهم لان ممكن كل اللي بيعملوه يجي يهد بعد كده للتيم بيعمله لو هو مش مقتنع. فانت الاصل ركز على المانجمنت عشان تبدا من فوق لتحت حلو عشان هما الديسيجن ميكرز. الفكره بقى بس ساعات بيبقى المانجمنت متقبل شويه بس التيم فعلا مش عارف يسلم فهتحتاج ان انت تبدا بالتيم. بس انت شوف يعني ابدا شوف المانجمنت الاول ظروفهم اساس الستيت بتاعتهم ايه. لقيتهم متقبلين متقبلين ان انت تشتغل على الناس بس هم الناس فعلا محتاجه شغل كتير فانت هتركز على الناس لحد ما تبدا تبيلد التراست ده تمام. الحاجه الثانيه تبدا تقنعهم ازاي ان احنا مش هنتغير بين يوم وليله ونبقى اجايل. حاجات كتير اولها ان مش ده المنطقي ومش ده الطبيعي وان كل الاكسبيرينسز بتاعت الناس بتقول العكس كده. فدي اول نقطه. تاني نقطه ان انت تبدا تقول لهم والله انا محتاج اكتيفيتيز 1 2 3 4 علشان نبدا نعمل ده. تالت نقطه ان انت تبدا تقول طب والله انا المشكلتين الاساسيين انا محتاج اهم. انت بقى تبدا لما تقعد مع الناس شويه تبدا تحلل مشاكل الناس وتقول والله انا دول اول حاجتين هشتغل عليه هنركز على ده دلوقتي تركز والحاجات التانيه تستنى عليها شويه تركز على دول وتبدا حاجه تانيه وهكذا. فيبداوا ان هم يدخلهم في التفاصيل مع طبعا زي مثلا بتقول مع حلول موجوده وفي نفس الوقت ليه احنا مش هنعرف نبقى اجايل في 1 سبرنت او 2 سبرنتس عشان ايه كده الحياه كده يعني مش ما... انت مش عشان انت وحش يعني يعني وريهم اكسبيرينسز تانية وحاجات تانية بتتعمل. هم ممكن يكونوا هم ما شافوش الكلام ده قبل كده فعندهم اكسبكتيشنز غلط فابدا اشوف بس شيل الجادجمنت على جنب بقى. هو ده الجزء اللي انا بتكلم عليه. لو في مانجمنت دايما فور ستارت اب دايما هو مش عارف يعني ايه اجايل يعني اصلا عارف فهو بيبدا ما انا قصدي ان السكرام ماستر هيبدا يعرف فكره بقى انت بتتعاملي مع مايند سيت فممكن يبقى في اثنين اقتنعوا وحد لسه ما اقتنعش هياخد وقت. ولو قصدي لو مثلا فاميلي بيزنس لو حاجه مثلا فيها مالتي ستيك هولدرز فانت بتبقي بتحاولي تخشي مع مالتيبل تيم فعشان يبدا يفهم وعشان يبدا ياخد اللوجيك ده انا قصدي الامباكتد ان هنا دلوقتي انت لسه بتفايت باك ولسه بنتناقش طبيعي هتبدا انت بتفايت من فوق من تحت يعني انت هتلاقي التيم فيه ريزيستنس ومشاكل مع التيم وفوق فيه ريزيستنس وانت بتشتغل على دول وتشتغل على دول مع بعض الاثنين مع بعض. التركية هنا ان انت لو بتشتغل على نقطه واحده فهتعرف تحقق فيها بروجرس وتقنع ده وتقنع ده هي دي النقطة. لو قادر تعمل ده يعني اللي تشينج انت بيبقى عندك نقط كتير انها الانفايرمنت انها الكالتشر المكان ده فور ستارت اب يعني مش فور كل حاجه لا كل حاجه. فهي دي بس كانت الفكره اللي انا عشان كده انا يعني بفكر بصوت عالي برده ان الستارت اب ماشي اتفضلي. ممكن برضو جزء يساعد شويه النقطه اللي كانت سلمى بتقول عليها بتاعه الاوبزرفيشن ان يعني انت دلوقتي لو هي شركه جديده او انت ده تيم جديد ومانجمنت لسه بيحط استراتيجي لحاجه معينه فممكن لو انت ادي لنفسك وقت تobserve بحيث ان يبقى عندك شويه بيز تبني عليه مع المانجمنت وبرضه ميك شور ان هم عندهم استراتيجي. يعني انت حطيت اسامبشن ان هم عندهم استراتيجي هم ممكن اصلا المانجمنت يبقى انا عايز كل حاجه تحصل في نفس الوقت او يبقوا عاملين استراتيجي حاطين مثلا بلان لكل كوارتر بس مش حاطين الهيومن اليمنت في الموضوع مش حاطينه في الكونسيدريشن. فممكن انت تبدا تسيت معاهم شويه جولز او تارجتس في اخر كل كوارتر مثلا وتترجمها بقى مع التيم في الريليس في ريليسز بقى يعني ان انت كل ريليس مثلا هنعمل ايه او كده. فهي جزء الاوبزرفيشن ده هيساعد شويه حته ان هم غالبا مش هيبقوا عارفين الناس بتعمل ايه او غافلين فكره ان هو ان هو الناس ناقصها حاجات او عندها مشاكل او كده. فنقل لهم الاوبزرفيشنز بتاعتك بلس ميك شور ان هم يبقوا حاطين في الاستراتيجي بتاعتهم جزء من الجولز بتاعتها او كده performance الناس مش حاطين assumption ان الناس هتروح من صفر لمية
من اول يوم يعني هيبقى صعب. جزء كبير من حتى وانت بتبلان ان اجايل بروجكت، احنا ليه بنقول ان الناس اللي بتشتغل هي اللي بتستمت بنفسها؟ عشان انت عايز الاكتشول. جزء كبير من شغلك ان انت يبقى عندك ترانسبيرنسي، هو ايه الاكتشول ستيت بتاعتك، تيجي بقى من الاوبزرفيشن، تيجي من ان انت تقعد تتكلم معاهم، تيجي من اسئله، تيجي من شغلك مع الناس. والله احنا الناس اللي معانا دلوقتي كذا وبيحققوا كذا، انا اقدر اوعدك ان احنا امبروف ده اكس اكس بلس 1، مش هقدر اوعدك باكس بلس 10. هي دي الفكره، احنا عندنا كذا وبيحققوا كذا. والله هم بقى شايفين ان الناس دي مش مناسبه، خلاص تعالى نهاير ناس عليهم زياده لحد ما نشوف. والله شايفين ان احنا انت ساعات بتبقى داخل على مشاكل موجوده، انا عندي تيمستر، عندي ديفلوبرز كتير وتستر واحد، طب اعمل بيهم ايه؟ يعني انا اقدر ان انا ما انا الحاجه في الاخر بتقف في التستنج، فانا مش عارفين نطلع. طب ان لو انت جاي على الوضع ده، طب ما هو الوضع ده is the responsibility، يعني انت قادر ان انت يعني هو انت جيت على وضع لقيت ان التيم ستراكشر اصلا غلط، فتعالى اقول والله لا احنا عندنا التيم ستراكشر مش مظبوط ومحتاجين نحله، لحد ما نحله هيبقى البروجرس بتاعنا كذا. يعني هي في الاخر برضو على فكره يعني المانجمنت ما تتعاملش معاهم على ان هم اللي هو ايه اوامرهم اللي هو احلامهم اوامر، يعني انت محتاج تتعامل على ان انت بتساعدهم، هم جايبين اكسبرت يساعدهم ان هم يعملوا الحته دي. جزء منهم ممكن يبقى هم عندهم جزء من الموضوع ان هو المفروض يتعمل، هم جاي حاجه محتاجين يفهموها، حاجه محتاجين يغيروها، ستراكشر محتاجين يغيروه، ديسيجن اخدوه ما كانش احسن حاجه محتاجين يتحملوا نتيجته وهكذا. وهم معظمهم بيبقى عندهم الفلكسبيليتي دي، طالما جاب حد اكسبرت عايزه يخلص حاجه معينه بيبقى عنده الفلكسبيليتي دي. بس ايه الفكره بقى ان هو بيتكلم في ايه وبيقوله ازاي وبيقترح حلول ولا لا؟ يعني ايه مصطفى اقدر اوعدك باكس بلس 1؟ يعني انا لو شايفه ان البروجرس دلوقتي احنا نقدر نطلع ثلاث حاجات في الشهر، فلما اجي اقول له الناس دي بتعرف تطلع ده الفاكت ده دلوقتي اللي موجود، نقدر الشهر الجاي نحاول نخليهم 4، بس مش هقدر اقول لهم ان انا هنطلع دلوقتي 3 والشهر الجاي هنخليهم 10. بس في نقطه كمان، يعني مش بس الاكس بلس 1 ديت او ان هم يطلعوا 4 من غير ما نورك على شويه مشاكل عشان نقدر نطلع الاربعه دي. بالظبط، دي نقطه ثانيه. يعني بالظبط لازم تبقى دي برضو باينه للمانجمنت او للشخص اللي انت بتحاول توري له مايند سيت جديده. ما هو برضو في جزء ان المايند سيت لو هي اوريدي حد عايش بالمايند سيت دي بقاله كتير، صعب ان هو يغير طريقه تفكيره بسهوله، ممكن تبقى الفلكسبيليتي عنده مش سهله قوي، فاحنا ممكن ياخد كذا طريقه في الكلام وكذا طريقه في الاكسبلينيشن وكذا طريقه في شو المشكله وحلولها عشان يقدر يوصل ان لا في فعلا حاجه وفي بروجرس، بس ان احنا بس نغير البوينت اوف فيو بتاعته. على فكره هو الموضوع مش دايما بيمشي بوينت بوينت كده، يعني احنا عاده بتلاقي الدنيا بتبوظ من كل حته وبتلحق وبتروح وبتيجي فده عادي، ما تقلقش خالص انت كده طبيعي. يعني هو الرول اصلا انت بتلف حوالين نفسك طول النهار، فانت كده طبيعي على فكره، فما تقلق. يعني ما بتمشيش واحده واحده، يعني ما بتمشيش ستيبل زي ما بتمشي وانت ماسك تاسك على مكتب وقاعد شغال عليه، سواء بقى انت بتكتب كود او بتكتب ستوريز او وات ايفر بتست حاجه. السكرام ماستر طبيعه شغله ان انت يعني اللي هو ايه، هي كيس وانت بتحاول ان انت تشتغل في احسن وقت في احسن باحسن طريقه ريجاردنج الكيس دي. ازاي اطبق اجايل على شركه مش عندها علم بالاجايل؟ لا ده موضوع تاني طويل. يعني مبدئيا ان انت بتبدا تعلم تتكت المشاكل تطبق حاجه حاجه، بس بتشتغل يعني، بس ده يعني دي اجايل ترانسفورميشن، ده قصه تانية خالص. يعني هو قدام 3 دقايق ونقفل. الجزء اللي كنت بتتكلمي عليه هي النقطه دلوقتي ماركت وايز، بقى في شركات بتقول احنا عايزين نعمل او to implement agile within our organization just as a name. هو يقولك احنا عندنا تيم، وعلى فكرة مش كل الناس يعني حتى لما الناس تقولك عايزين نشتغل agile مش كل الناس بتعرف ان هي تشتغل، مش كل الناس بتبقى قادرة ان هي تinvest الinvestment ده. ففي ناس عادي مش هيشتغلوا، هيفضلوا كويسين وهيفضلوا شركات فاتحة وناجحة وكل حاجة عادي يا جماعة، مش عيب يعني. لا ما هي هو ده الفرق، ان هي في ناس بتبص ان الاجايل لا هو الابروتش، فاحنا كلنا لازم نروح اجايل، فالمانجمنت بيقرر يروح بدون ما يبقى عارف هو هيروح ازاي او هعمل ايه. ماشي طبيعي طبيعي،
ايه المشكله؟ لا انا مش قصدي ان في مشكله، انا قصدي بشكل عام هي المانجمنت او التيمز محتاجين يبقى اصلا يعني الكوتشنج والترانسفورميشن ده هو جزء منه اساس الكوتشنج، ان ازاي ننقل المرحله دي. فهو محتاجين الاول يدرسوا الموضوع ويتعمل له كيس ستادي بالنسبه لهم، يعني ده من وجهه نظري بقى ان هو يعني محتاج يتبص على البيزنس بطبيعته في الشركه، بناء عليها اشوف هل هو لو راح لجزء الاجايل ده مثلا، لو هو بيشتغل في سكوب ثابت دايما، واحد مثلا بي 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 بيحط كل سنه بيورد لابتوبات وشاشات ومثلا على حاجات، فانت عندك سكوب اوريدي ثابت فيكسد، انت مش محتاج حاجه، فبالتالي الاجايل انت مش هيديك اي امباكت اضافي. واحد بيعمل مثلا عماير زي المقاولين اللي بيبقوا بره مثلا بيبني مباني، فهو بالنسبه له الاجايل انا بالنسبه لي مش لا هيضيف لي على بس حاجه انت هنا محتاج تسمع وتوبزرف اكتر، يعني ما تاخدش الموضوع برضو من الاول. هو طالما راح لحاجه عايز يغير حاجه جديده يبقى عنده بين معين، انت محتاج تسمع وتفهم ايه البين ده، وبعدين تبدا تشوف. يعني ممكن يبقى عنده بين يتحل بالاجايل بشكل ما، وممكن يبقى عنده بين يتحل بحاجه تانية. فما هي ملهاش كده، اسمع وشوف وبعدين ابدا اشوف. طب انت عندك يعني حط نفسك مكانه، هو عنده مشكله، ايه هي المشكله اللي عنده، او ايه هي النيد، او ايه هي الحاجه اللي عايز يغير علشانها. مفيش حد بيغير من الفراغ، ولو مرتاح مش هيغير، مش هيكلمك، مش حد بيغير من فراغ. تعال بقى شوف هو عايز يغير ليه، عايز اسم بس. ده early judgment، ان انت تبقى عارف ان الناس عايزة اسم بس. فمحتاج تسمع الاول وتشوف وبتاع وبعدين. وفي ناس بتبقى عايزة الاجايل فاكرة هيحل مشاكلها، وبعدين تطلع ان هو لا ده مش صح. في ناس تبقى عايزة الاجايل فاكرة ان ده يلا ده حاجة فعلا ناخدها اسم بس، ساعات بيحصل. وبعدين بتلاقي ان الناس دي مش يعني ما عندهاش استعداد تغير التغييرات اللي محتاجينها عشان يبقوا ترولي اجايل، فهو مش مناسب ليهم. which is ماشي، مفيش مشكله بالظبط، بس المهم ان انت تسمع وتدي الموضوع تجربه طويله لحد ما هم يوصلوا للكونكلوجن اللي هم عايزينه، مش انت اللي توصل. لا ما هو انا بقول لك ده مش ديسيجن ميكنج بتاعي او شخص، انا بفكر بصوت عالي كيف الناس تمام. هتقابلها ازاي، مش دي الكيس بتاعتي يعني. اوكي بفكر بشكل عام الكيس دي لو سكرام ماستر في النص او كوتش وبزنس ترانسفورميشن، لان دي كيسز في ناس اعرفهم بيقولوا لي ان ده بيحصل معاهم، ان هو بيحصل كتير جدا طبعا يعني. فعشان كده انا بحاول بفكر معاكم بصوت عالي بس بالنسبه لي. اوكي تمام. طيب طيب انا عندي سؤال اخير كده سريع. يا سارة تمام. طيب مش الاول منورين يا جماعة، والله ميرسي على السيشن الجميلة دي. الحمد لله، يا رب تكون بس مفيدة قد اللي احنا عايزين. هي مفيدة جدا، هي اصلا ما شاء الله بتختبر توبيك في وقتها. طيب انا سؤالي، لو هنبدأ سبرنت مثلا وهندخل يوزر ستوريز، ففي ناس ديفلوبر هيكونوا عندي ايدل في السبرنت ده، في نص السبرنت، وانا عامله تايم لاين عشان دخلت اليوزر ستوريز اللي الناس هتبقى شغاله فيها، وفي نفس الوقت هيبقى بتعمل لها تيست، فبالتالي تبقى عندي يوزر ستوريز طلعت الجولد قفلتها كلها، ما بيبقاش عندي ليفت اوفر. لو دخلت يوزر ستوريز ثانيه للناس الايدل دي، انا هيبقى عندي ليفت اوفر، وهبقى داخله السبرنت وانا عارفه ان انا هيبقى عندي ليفت اوفر. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ طيب ده بيتكرر كل سبرنت ولا ده سبرنت واحده اللي بيحصل فيها كده؟ هو ده انا متوقعه انه هيتكرر كل سبرنت. طيب لو هيتكرر كل سبرنت يبقى انت عندك مشكله في التيم ستراكشر اصلا. التيم ده الريسورسز بتاعتي مش في، عارفه عندك ترابيزه رجل اطول من رجل، فهتفضل تلقلق كده. تمام، مش موزون از كروس فانكشنال تيم. تمام. فلو ده يعني لو ده بيتكرر في سبرنت واحده هنشوف لها ورك اراوند، حتى لو قعدوا ايدل مش مهم. تمام. يعني خلي بالك احنا كاجايل او كلين، لو بتفكري لين ال- 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 الحاجه تمشي وتخلص تطلع فاليو احسن من ان انا اقعد اشغل الناس ومفيش حاجه بتطلع. خلي بالك مفيش واحد بيشتغل لوحده، اللي بيشتغل ده بيروح يسال واحد تاني، بنعمل له كود ريفيو، بيقف معنا في الستاند اب، بيعطلنا، بنقعد نتكلم في الميتنج، بيشتت الناس، بيحتاج حد يتست وراه. فهي مش فكره ان هو هيشتغل على حاجه وخلاص. تمام. فهي لو بتتكرر كل سبرنت يبقى انت عندك محتاجه تريفيو التيم ستراكشر بتاعك. تمام. انا عندي اكسبكتد. طب كملي. طيب حلو، لو هي مش تتكرر كل سبرنت عندك حلول بقى، او لحد ما تجيبي حد او تغيري التيم ستراكشر عندك حلول. اول حل ان احنا نستفيد بالناس دي، ان احنا نطلع حاجه بكواليتي احسن.
فلو هتعملي بيرنج مع الناس مع بعض، لو انت عندك اوفر كاباسيتي خلي الناس تعمل بيرنج وتطلع حاجه بكواليتي احسن، بدل ما نقعد ونطلع ويحصل لنا برودكشن ايشوز وحاجات كده. ممكن نشوف لو في حته تكنيكال انا محتاجه اعمل لها مثلا بروف اوف كونسبت، في حاجه تكنيكال عايزين نعملها ومش عارفين نعملها ازاي، فهو يشتغل عليها بحيث ان احنا لما نيجي نعملها ما نغرقش وما نخبطش فيها. يشتغل هو على جنب بروف اوف كونسبت كده، بيشوف والله احنا عشان انت تسمع فوري هنعمل ايه مثلا يعني. تمام. ممكن يبقى عندك فكره ان هو بيسولف اولد باجز، بس الحته دي تريكي شويه انه هيحتاج تستر معاه، وكمان هيحتاج ان هو يعمل مش بس تستر، ممكن ياثر في حاجه قديمه فما نعرفش نسالهم حاجه خالص، فالحته دي تريكي لازم نخلي بالنا منها قوي. ممكن حاجه كمان ان هو يتعلم حاجه جديده، لو هي حاجه عشان كده لو بقول لك ان هي اكستريم خد كورس انت محتاجه ومش عارف ايه، مش لازم ان انا يعني ابهدل الناس يعني، يعني فرصه ان الناس تتعلم. ممكن يبقى ان هم يعملوا اوتوميشن او يعملوا حاجه كانوا محتاجين يعملوها، تظبيط السيرفر، اوتوميشن لحته معينه، يكتبوا اوتوميت تيست، يتعلم يونت تيست، الكلام ده كله ممكن ان احنا نعمله في الـ في الـ في الوقت لو هو الناس ايه هتبقى ايدل. اخر حاجه ممكن تخليه ياخد حته وانت عارفه انها هتبقى ليفت اوفر، بس انت كده بتحركي الليفت اوفر معاكي، واخده بالك ان انت شايلاه ماشيه بيه عشان الترابيزه بتاعته رجلين الترابيزه مش قد بعض. يبقى انا كده لازم افوكس على حته ان انا مثلا لو عندي نقص في التستنج لازم ازود تستر معايا. بالظبط كده. اوكي ثانك يو يا منى. خلي الناس تست يعني، تخيل ان التستر شغله يقل. اول حاجه ان انت ما انت مش هتعرفي تزودي تستر فجاه، لو انت عندك شركه كبيره وعندك ريسورسز كتير تعرفي تخلي حد، ده احسن حاجه. طب لو مش هعرف اعمل كده ولسه ههاير، عشان ههاير قدامي شهرين ثلاثه على ما الاقي حد كويس، وما اعمل ايه؟ ممكن اخلي الناس تبدا تست، اخلي التستر يكتب التست كيسز الاول والناس تمشي عليها قبل ما تسلم او قبل ما تديفلوب اصلا، فبحيث ان انا اوزع شغله على بقيه الناس فيبقى البوتل نيك صغيره. ده حل حلو قوي، ده حل سريع. ده حل سريع بالظبط كده. ممكن بعد ما تعملي الحاله ده تقيسي انت لسه محتاجه ولا لا، برضو على حسب. بصي انا بشوفها 4-5 ديفلوبرز وان تستر معقوله، اكتر من كده بيبقى صعب، ده يعني موست بروبلي يعني. اوكي تمام تمام يا منى، شكرا. قفلنا، شكرا جزيلا.